اتفضلي يا ستي. اخيرا ضحكت عليك في اتجوزتك. على فكره بقى انت اللي اتضحك عليكي. يا سلام، لو كل بنت عرفت ان اللي اتضحك عليها تتجوز واحد قمر زيك، كل البنات اتمنت انها تضحك عليها. مبسوطه بجد؟ قوي قوي قوي. يعني مش هيجي يوم كده وتندمي على الجوازه دي؟ عمري. المهم ان انت ما تقولش كده. اقول ايه ده، انا ما صدقت. على فكره انا محضر لك مفاجاه. بجد؟ ايه هي؟ لا اتحايل عليها شويه، انا هقول لك على طول كده. قول بقى. طيب انا محضر لك اسبوع اجازه في الغردقه. بتضحكي على ايه؟ مفيش، بس انا بجد كان طول عمري نفسي ان انا ازور الغردقه، ويعني عمر الموضوع ما كان نفع. لا عد الجمايل بقى، عد الجمايل، ده انا كده يعني بحقق لك احلامك اهو. حاضر حاضر، احلامي كلها اتحققت بيك. حبيبتي ربنا يخليكي ليا. يلا تعالى نشوف بقى اخواتي عملوا ايه. بالراحه. سلام كبير قوي. ريحته حلوه قوي. بص بقى يا سيدي، الفراخ كماليا هي اللي عاملاها. ماشي. انما الرز بقى من ايد سمر. تمام. والكفته والمحشي ده منى اللي عاملاهم طبعا، هي بتموت في الاكل. تمام. وايه تاني؟ بقى والورد والرصه والشموع والحاجات دي كلها من ايد مره. تسلم ايديهم. كانوا مبسوطين قوي. طبعا مش اخواتي، واحنا اصلا مالناش غير بعض. وايتن كمان كانت مبسوطه قوي. انت عارف بقى ان ايتن دي بقى بالذات تصعب عليا قوي. تصعب عليك ليه؟ بتبان اقوى واحده فيكم. بس انا بحس ان هي بتعمل كده بس عشان مش عايزه اي حد يعرف قد ايه هي ضعيفه. طب ما تيجي بقى تسيبك منهم كده وتعالي نتكلم كلام يخصنا احنا بقى شويه. هنقول ايه؟ احنا نعرف كل حاجه من بعض. لا لا ما نعرفش كل حاجه، يعني في كلام ممكن يتقال انت ما تعرفوش. زي ايه؟ تعالي انا هقول لك ده ايه دلوقتي. زي مثلا انما ارقص معاكي سلو. انت عارف ان انا كان نفسي اشي من القاعه بسرعه؟ أنا كمان على فكرة. لا ده أنا كمان كنت متضايق جدا. بقى أنا أعزم كل الناس دي عشان تتفرج عليكي. لا ده أنا أناني. لازم أتفرج عليكي لوحدي. كنت متضايق قوي يعني وعايز أمشي بسرعة جدا. أنا عرفت دلوقتي إيه الحاجة الوحيدة اللي أنا معرفتهاش عنه. يا ترى إيه؟ إن أنت أونطاجي. أنت لسه شفت في أي أونطة؟ أنا بحبك قوي. ربنا يخليك ليه؟ ربنا ما يحرمني منك. القمر ده. طيب. انت لو مت دلوقتي يا عم عادل محدش هيحس بيك ولا هيفكر انت فين. ما افتكرش كمان حد هيسأل عليك. حتى احمد صاحبك واخوك. بتلوم نفسك على ايه؟ ما انت اللي عملت كل ده في نفسك. حد يحب كل السنين دي ويفضل ساكت؟ طب حتى لمح. لمح ازاي؟ ما اقدرش اقول لها. ما اقدرش اقول لها اني بحبها وهي مش حاسه بيا. انت عايز تقول لها ايه؟ انها تسيب احمد؟ وبعدين اساسا هي لو كنت انا في دماغها كانت فكرت فيا، وبدل ما تروح تتجوز واحد مش على مزاجها كانت تقرب مني. لا 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 لا، انت اللي كان لازم تقول لها. هي تعرف منين اساسا انك بتحبها؟ هتشم على ضهر ايديها كاميليا يعني؟ متعلقه في رقبتك من وانت قد كده. اهبل. متعلقه في رقبتي وقريبه من قلبي. لا انا عارف ابعد عنك ولا عارف حتى اخلي قلبي يكرهك. وكمان مش قادر اخلي قلبك يحبني. طول عمرك حظك وحش عادل. يا عم ولا وحش ولا حاجه. عجبني اللي حصل ده قوي. على فكره انا مبسوط من شغلك. انت كده بقى حبيبه قلبي. ده يشجعني بقى اطلب من حضرتك طلب صغنن اتيكيت اهو. اللي تأمري بيه. افتح معانا شويه في الشغل يا باشا. طمعت يا خليله. والله مش طمع، بس انا عارفه اقدر اعمل ايه كويس قوي. وبعدين ده طلب الناس اللي احنا شغالين معاهم. وبعدين حضرتك، هو احنا مش سددنا القديم كله؟ يبقى من حقنا ناخد الجديد بزياده حبتين. عندك حق حضرتك، عشان تعرف ان احمد مش احسن مننا في حاجه. انت مالك ومال احمد بس دلوقتي؟ ما تخليكي في شغلك وخلاص. على قولك يا باشا، حضرتك هتشرفني في فرح متولي.
هو خلاص قرر يدخل على فريال؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي. طيب كلميني قبلها بيوم بس عشان اعمل حسابي. من عينيا يا باشا، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك يا وش السعد والخير كله. استاذه منى، في حد بره اسمه استاذ عبد الله وكان عايز يقابل استاذ مدحت، قلت له حضرتك المسؤوله. طب خليه يدخل. حاضر. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم عبد الله؟ الله، كويس انك لسه فاكراني. طبعا فاكراك كويس قوي. اتفضل اتفضل. اشكرك. تحت امرك. الامر لله. في الحقيقه انا جاي وحابب ان احنا نشارك بعض في شويه شغل كده. نشارك بعض في شويه شغل؟ انا عندي شركه للازياء، شركه معروفه اسمها فاشو، اكيد عارفاها. طبعا، دي كانت بتاعت مرات ابويا. لا، مش بتاعت مرات ابوكي، دي بتاعت سمير الله يرحمه، وانا اشتريتها. نعم، اشتريتها بيع وشراء. معلش يعني ما تزعلش مني. اشتريتها ازاي؟ انت ساكن فوق سطح عندنا في الحاره، جبت الفلوس دي كلها منين؟ سطح. لا، الموضوع ده طويل قوي، حاب احكي لك عليه بعدين. طيب وابنه؟ ابنه ده واد تافه ملوش اي لازمه. وايتن؟ ايتن انت عارفاها كويس قوي، هي وامها غاويين مشاكل، وانت فاهمه كده كويس. طيب خير، تحت امرك. ابدا، انا محتاج بس خط انتاج للموديلات الجديده وتنزل السوق باسمي انا. بس الموضوع ده مش خاص بي انا، لازم تكلم فيه استاذ مدحت. ازاي؟ ازاي وانا فهمت دلوقتي انك انت هنا الكل في الكل؟ مؤقتا. انا كل اختصاصي الاداره فقط، ما اقدرش اخد اي قرارات. طب تسمحي لي امتى اقابل استاذ مدحت؟ هبلغه، واول ما اخد منه ميعاد هقول لحضرتك على طول. اشكرك يا منى. فكر. سيب الشنطة. امسكي. السلام عليكم. كان في حجز باسم الدكتور مجدي. الله يسلمك، ميرسي لذوقك جدا. تمام، شكرا. حلو مش كده؟ بس شكله غالي قوي. الغالي يرخص لك يا قمر. وانت يعني ناوي تبعزق فلوس اللي حيلتك؟ ما نبعزق في فلوسنا، ايه المشكله يعني؟ وبعدين عايزك تعيشي معايا حياتك كانها حلم، عشان لما اموت كده تحلفي بحياتي. هي السيره بس اللي انت بتقولها دي دلوقتي. بهزر معاكي في ايه؟ معرفش اهزر يعني. بقول لك ايه، عشان خاطري ما تقولش كده تاني. ممكن؟ ممكن. وانا عايزاك من هنا ورايح تبقى عارف ان انت تعيش مليون سنه. مليون سنه؟ انت متفائله قوي. تعالي تعالي. 50 فين؟ كده اهي. ايه ده، لسه بيوضبوها؟ صباح الخير، قدامك كتير؟ لا حضرتك، انا خلصت خلاص. اتفضل. ميرا، رجلك تعملي ايه هنا؟ مش طبعا. بتشتغلي ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ ليه بتعملي في نفسك كده؟ دي حكايه طويله يا نجلاء. انتوا اتجوزتوا؟ سيبك مني انا دلوقتي، انا عايزه افهم ايه اللي حصل؟ ايه اللي مشاكي فجاه؟ بعدين يا نجلاء. بعدين ايه بس؟ انا لازم افهم كل حاجه دلوقتي. طيب انا هنزل، انا استكشف المكان واسيبكم لحظه. أكيد في حاجة كبيرة قوي حصلت اللي خلاكي تسيبي كل حاجة وتيجي هنا تشتغل. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ أقول لك إيه؟ قولي لي إيه اللي حصل يا ميرا؟ اتجوزت. مين؟ مروان.
ابن سمير جوز ماما. انت عارفه ان مامتك دخلت السجن؟ ايه؟ اتسجنت بعد ما قتلت سمير جوزها. لا مستحيل، سمير ده كلب، هو وابنه اتفقوا ان هم ينتقموا منها ويودوها في داهيه. يعني ايه؟ يعني انا متاكده ان ماما عمرها ما تعمل حاجه زي كده. سمير بعت ابنه ورايا عشان يتجوزني وينتقم مني. انتوا اتجوزتوا رسمي؟ اه رسمي. وبعدين جيتي هنا ليه؟ عشان اتجوزنا من ورا. وليه من وراه؟ عشان ما كناش عايزين عيشتهم. طب وبعدين؟ ولا قبلين سابني. ليه سابك؟ عشان كنت لعبة. كان عايز يخلي ماما تعمل اللي هو عايزه وانا كنت الطريق. وبعدين قررتي ان انت ما ترجعيش؟ اه قررت ان انا ما ارجعش. ليه؟ كان لازم ترجعي. ارجع؟ ارجع ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ انت ليه محساني ان انت قلقانه مننا كانك عملتي حاجه غلط؟ انت وجودك ما بيننا اهم حاجه. طالما انت قلتي ان انت اتجوزتي رسمي يبقى خلاص، انت اصلا مش غلطانه. بجلي انا حامل. طب وفيها ايه؟ انت متجوزه، ده شيء طبيعي. انا كنت عايزه انزله. اوعي تعملي كده. انا فعلا مش هعمل كده. هو مذنبوش حاجه، مذنبوش اي حاجه في اللي حصل. وفي نفس الوقت انا كمان مبسوطه بقعدتي هنا، مبسوطه بشغلتك دي يا ميرا. اه مبسوطه. عارفة؟ دي أكتر حاجة حسيت إني بعملها صح في حياتي، هي الشغلانة دي. أنت متأكدة؟ أه متأكدة. يلا أنا هقوم أمشي بقى عشان عندي شغل كتير. خلي بالك. قولي احمد من دقيقة في حاجه؟ هو مفيش غير احمد يا كاميليا، كل حاجه احمد احمد. لا يا كاميليا، الموضوع اللي انا عايزك فيه ملوش علاقه باحمد خالص. طيب يا عم انا اسفه. في ايه؟ انا هسافر. ليه؟ هسافر بره مصر ومش هرجع تاني. يا سلام، للدرجه دي مش عايز تشوفنا؟ في حد مزعلك مننا ولا ايه؟ كاميليا هو انت لحد دلوقتي مش واخده بالك ولا بتعملي نفسك انك مش واخده بالك؟ مش واخده بالي من ايه؟ مش فاهمه. اني بحبك. انا؟ ايوه انت كمان. بحبك من واحنا عيال صغيرين. ما كنت بخاف عليكي، انزل اوصلك لحد المدرسه، ما سبكيش لوحدك، افضل ماشي معاكي استناكي اول ما تخلصي عشان اروحك، افضل معاكي وجنبي. كنت بتضايق قوي لما بلاقي احمد يقرب مني، ما كنتش عارف الاحساس ده ايه ساعتها، كنا عيال صغيره. بس لما كبرت عرفت. كنت بتعذب لما كنت بشوفك مع احمد وتقولي ان بتحب احمد، بس ده كان غصب عنك. يعني ما اقدرش اقولك تحبي مين وما تحبيش مين، بس كل اللي انا كنت حاسه ان انا كنت عايز ابقى معاكي وما سبكيش ابدا. كنت بقعد اسال نفسي وانا فيا ايه هي ما مش حبايا. حاولت اغير حاجات كتير، حتى اما بقى معانا فلوس انا واحمد اهتميت ان انا اغير في لبسي وشكلي يعني عشان الفت نظرك.
برضه ما خدتيش بالي. وما جيتي للشركه تسالي على احمد، انا اللي قلت لك اشتغلي معانا، رغم ان احمد كان رافض، ما كانش عايز ده خالص. انا اللي فكرت انك تشتغلي معانا، خليتك في مكتبي، كان كل هدفي ان انا اشوفك كل يوم الصبح. ما كنتش مركز في شغلي، ما كنتش مركز في اي حاجه غيرك انت يا كاميليا. بس للاسف انت كنت بتعذبيني من غير ما تحسي. حتى اما احمد باعك بعد عنك وقال لك انه ما بيحبكيش وباعك لعزت، برضه ما خدتيش بالك. حاولت انبهك ما خدتش بالك برضه من ده. انا مش فاهمه حاجه، يعني ايه باعني لعزت؟ يعني احمد باعك لعزت؟ عايزه تفهم اكتر من كده ايه؟ انت بتقول كلام غريب. لا انا بقول الحقيقه. الحقيقه ان احمد عمره ما حبك، بالعكس انا ده الكلام اللي كان لازم اقوله لك من زمان، ده الكلام اللي انا حاسه من زمان. ما كنتش قادر ان انا اسافر قبل ما اقوله لك. اقول لك على حاجه كمان، انت السبب اللي انا عايز اسافر، مش عايز اكون موجود في اي حته انت موجوده فيها. خلاص ما بقتش قادر اخبي احساسي اكتر من كده. غريب اني اكون بتباع وانا مش واخده بالي. كل اللي همت من كل الكلام اللي انا قلته انك اتبعتي، ما همكيش اي حاجه تاني، كل كلامي ملوش وزن عندك. يعني ممكن تكون دموعك دي ان احمد باعك لعزت، مش ان عادل تعذب عشانك كتير واضح ان انا اللي كنت غلطان. كان لازم افهم ان عدم احساسك بيا ده معناه انك مش شايفاني اساسا. معلش انا اسف، كانش المفروض اقول كل الكلام ده. انا اسف يا كمان، اسف. انا همشي. هتروح فين؟ مش مهم، كل اللي بطلب منك خلي بالك من نفسك، عشان البني ادم الوحيد اللي بيحبك كان بيخاف عليكي مش هيبقى موجود تاني. ممكن بقى تقولي لي عاوزه ايه؟ ما انا خايفه. خايفه من ايه؟ خايفه اقول لك تزعل. لا يا ستي مش هزعل، بس قولي بقى. قولي ازاي؟ هو ايه اللي ازاي؟ ازاي اسمي يبقى موجود في الجرايد؟ ازاي ابقى نجمه ومشهوره وكل الكتاب عارفيني؟ طب حيلك حيلك، الحاجات دي بتاخد وقت. لا يا وجيه مش بتاخد وقت، وانت عارف كده كويس. عارف ايه بقى ان شاء الله؟ ان في ناس بتطلع مره واحده وبكره بيبقوا نجوم في الصحافه. لا وبكره بيقعوا على الدور رقبتهم. مش صحيح، اللي بيقعوا دول الاغبياء، وانا مش ناوي اكون غبيه. طب ممكن ننزل نتغدى في مكان ونكمل كلامنا؟ وانت كل مره تقول لي كده، انا عايزاك تقول لي دلوقتي نعمل ايه عشان عايزه احط خطوات في حياتي وامشي عليها. ماشي. اول خطوه ان احنا ما نبعدش عن بعض ابدا. انا عمري ما هبعد عنك. الخطوه الثانيه نتجوز على طول. بس كده؟ من دلوقتي لو عايز. الله الله الله، ده انت بايعه الدنيا خالص. لا والله، واللي تتجوز واجي تبقى بايعه الدنيا؟ دي تبقى شارياها وشارياها قوي كمان. الله الله على الكلام. طب واحده واحده عليا كده، عشان انا ممكن اخاف منك. لا يا وجيه ما ينفعش تخاف مني، انا بالذات ما ينفعش تخاف مني. انا احسن واحده انت ممكن تعرفها في حياتك، عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا وانت عاملين زي الملك والكتاب، مفيش حد يقدر يستغنى عن التاني. وانا عندي مبادئ وقيم مستحيل اخرج عنها. ماشي. قولي بقى ازاي؟
ازاي ما خدتش بالي؟ ازاي ما حسيتش كل ده بحب؟ كل حاجة حواليكي كانت بتقول انه بيحبك. غبية غبية. الو، ايه نجلاء؟ ازيك يا حبيبتي؟ ايه ده بجد ميرا؟ عامله ايه؟ يا عمري يا ايه يا عادل، لمحتك قاعد لوحدك على السور، قلت اجي اشوف مالك. الناس لبعضيها برضو. فريال بحات امك، انا ما اقصدك كده. انا الحق عليا اللي عايزه اشوف مالك. لا يا اختي، ولا الحق عليك ولا الحق عليا. شوف انت جاي منين بقى. انا غلطانه يا عادل. خلاص تعالي تعالي تعالي، ما تزعليش. خلاص ما زعلش ايه بقى وزفت ايه؟ خلاص انت اللي على طول شايل لي الهم كده. لا لا، ما انا خلصت من الهم اللي انا شايله بقالي سنين. انا قاعد ورايق وزي الفل وبشرب سيجارتين وداخل عليا موز عظيمه. ايه انت عامله ايه؟ والواد متولى عامل معاك ايه؟ زفت. بعد عنك. متخانقين ولا ايه؟ مش لازم يعني نكون متخانقين ولا متصالحين، مش فارقه. انا اللي غلطانه اصلا اني قبلت اتجوزه. طب ما تسيبوا بعض، تبصوا على البر كل واحد يشوف نصيبه بعيد عن التاني. يعني وايه اللي اسيبه ده؟ وبعد ما اسيبه ان شاء الله ولا حاجه. تسيبيه وبعد كده ترجعي له. ما هي الناس بتسيب بعض عشان ترجع لبعض. انت اللي هبله بس ومش عارفه الموضوع ماشي ازاي. ما انا فعلا هبله. انا هبله وعبيطه واتضحك عليا. اللي حصل حصل. لا استنى، ضحك عليك ازاي؟ ده انت عمر حد لمس اي حد يعني؟ لا انا عشان موقف بس، مش اكتر مش اكتر. عارف اللي هبالي الدايبه. تخيلي ان انا ما طلعتش اعرف اي حاجه غيرها. هو انا بقى اتعلقت بيها. احمد وانت كاميليا مش كده؟ انا وانت تضحك علينا بس. هنفضل كده لحد امتى؟ بقول لك يا فريال، ما تعملي معايا واجب وتسيبيني قاعد لوحدي. لا سيبك لوحدك، ده ايه؟ على فكره احمد خلاص الحظ لعب معاه، واحنا اللي كنا السبب في اللي هو فيه. ولو حد فينا كان فتح بقه كان زمانه دلوقتي مرمي في السجن، محدش بيسال عنه. بعدين هو كان بيعمل ايه؟ ما انت اللي كنت معاه وفي ظهره وبتعمل كل حاجة. عايزة تقول ايه؟ عايزة اقول انت لو كان معاك فلوس زي اللي مع احمد كانت جريت وراك بالمشوار. اه كاميليا دي اوعى تفتكر ان هي ملاك ولا غلبانة، تبقى غلطان. كاميليا دي سابته زمان علشان كان فاضي معهوش فلوس. اوعى تفتكر بس ان علشان امه رفضت الجوازه والشويتين دول فهي وافقت. لا يا حبيبي، اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها. كاميليا كاميليا كاميليا. ايوه كاميليا، كاميليا دي حقربه. واسالني انا، جرب كده يبقى معاك فلوس هتجري وراك بالمشوار. اسمع كلام فريال عن اسمك. بقول يا ست جمالات. نعم يا سي جمال. يعني كنت عايز افتح عندك حساب. ليه يا اخوي؟ حد قال لك عليا ان انا فاتحه بنك ولا فاتحه بنك؟ لا ما هو مش حساب زي زمان، انا حاتم مقدم. اسم الله اسم الله. يا ترى يعني بقى منين؟ يعني سبحان العاطي الوهاب. اه صحيح. بقول لك يا اخويا، والنبي الله يسيئك، ابعد السعادي من هنا لحسن مراتك تشوفك تنيل الدنيا. لا انت فاكره ايه؟ فاكره ان انا من الرجاله اللي مراته تمشي زي ما هي عايزه؟ لا لا، حاسبي حاسبي، انا بيتي راجل راجل يعني يعني ازحق. ماشي يا راجل، سمعني يا اخويا واطربني وشجيني.
انا يا راجل مش قايله لك ما تطلعش بره باب البيت؟ زهقت. طب يا اخويا روح على بال ما تحضر لك الرضعه. ما تلمي نفسك يا ولية. نعم انا ملمومه يا اختي، الدور والباقي على البحترين ومش حاسين. يلا يا حبيبي يلا روح على البيت، استنى الهانم على بال ما توصل، وخد بالك بقى ما تنساش تغير للعيال. عيال ايه ده، انت اللي فيه ده اسمه حلاوه روح. طلعت روحك يا بعيده وليا ناقصه، فعلا عايزه تتربي وانا اللي هربيك. تعالي يا اختي شوف مين هيربي التاني. طب استني بقى يا وانت سايبهم كده يا جمال. امال اعمل ايه؟ اسمعي وليا منك لها والحاره كلها تسمع، خليله بتاعت زمان خلاص من النهارده وطالع اللي هيدوس لي على طرف افرامه. خليله بتاعت زمان اللي كانت بتشحت الحنيه والحب خلصت، فاهمين ولا لا؟ فاهمين. بقول لك ايه؟ كلمتي امري اتنفذ. سامع ورايا يا اخويا. تعالى يا جماعه اللي عايزك تعالى. فيه اللي حصل؟ تعالي فهميني. انتوا واقفين بتتفرجوا على ايه؟ كل حد يروح الدنيا بقى في ايه؟ امراتي بخناقه يعني؟ لا بقى يا عم جمال ما تضايقنيش عليك. حياه عادل عندك خلاص لا تفكها. يا عم ده انا خربان والله اكتر مني. ده لو بعمل زيك على كل حاجه كده بتضايقني كان زمان انتحرت من زمان. وانا يعني عايش. عايش وزي الفل. بقول لك ايه؟ انا معايا حته كده موزه. ايه الخطفه؟ حتتي إيه؟ انت فهمتني غلط. لا انا مش قصدي نفسين يعني هوف هوف كده. تصدق انا عمري ما شربت الحاجات دي. غلط غلط واكبر غلط. الحاجات دي هي اللي تخليك تنسى كده وتعيش وتتبسط. والله العظيم انا فعلا محتاج حاجه تخرجني من الحاله اللي انا فيها دي. عمري ما شفته بالشكل ده. عمري ما كنت اتخيل ان عادل يتعصب او يتخانق او يتضايق. طول الوقت كنت شايفاه زي النسمه اللي الواحد لما يتضايق يبقى بيدور عليها عشان يروح لها. واحنا صغيرين لما احمد كان بيضايقني كنت اروح اشتكي لعادل، كان يجري على أحمد ويتخانق معاه، لكن عمره ما تخانق بطريقة تضايق أو تخوف، كأنه كان بيتخانق معاه عشان يحافظ عليه وعليا في نفس الوقت. وإيه تاني حسيتي بيه يا كمالي؟ عمري ما حسيت بيه، مع إنه هو الوحيد اللي كان واقف في ظهري، هو الوحيد اللي كان دايماً جنبي حتى في الشغل، كان هو اللي بيجي يقعد معايا يتكلم، هو اللي بيفهمني الشغل. حتى مشكلتي مع أهل جوزي محدش وقف جنبي غيره، هو اللي وقف لهم وجاب لي حقي. وهو برضو اللي قالك ما تشتغليش الشغل اللي جايبه عزت. هو ده اللي انا مش قادره افهمه، ليه عايزني ما اشتغلش مع عزه؟ ليه عايزني ابعد عنه؟ تفتكري ليه؟ عشان ايه؟ عشان بيحبك يا كاميليا. انا عمري ما حسيت بكده. انت طول الوقت حاسه بده بس مش عايزه تقتنعي انه حب، وطول الوقت شايفه عادل معاكي وجنبك، وهو اللي بتجري عليه لما تكوني متضايقه ولا زعلانه، وهو اللي واقف جنبك، بس انت اللي عينيكي رايحه لبعيد يا كاميليا. مستحيل. انا لو للحظه كنت حسيت ان هو بيحبني او ان انا بحبه. عقلك رافض يا كاميليا، عقلك قافل على احمد وبس. عقلك بيقول لك انك دايما صح. بس اقول لك بقى ايه اللي حصل. قولي، يمكن انت شايفه حاجه انا مش شايفاها. مش هتزعلي مني؟ لا مش هزعل. طب تعالي نقعد.
انتي ظلمتي ناس كتير قوي معاكي، واول حد ظلمتيه هو نفسك، وظلمتي اللي كنتي متجوزاه كان محترم وكويس، اكيد حاسه انك مش معايا ومش جنبه ومش بتحبيه. احمد طول الوقت بالنسبه لك حلم، وهو في الحقيقه كابوس كان لازم تخلصي منه. لولا عادل ده انا متاكده ان في حاجات كتير وحشه كانت ممكن تحصل. خدي بالك احمد ده كان عنده استعداد يبيعك، ما عندوش اي مشكله، ولا انا بتكلم غلط؟ انا اللي طلعت طول عمري غلط يا منى. خلاص بقى يا عم جمال بقى فكها، والله العظيم ازعل منك. اذا كنت انا شخصيا زعلان مني انت مش هتزعل. على فكره بقى انت مش لوحدك، انت بتحب. مادام بتحب اوعى تسيبها. هو انت تعرف انا بحب مين؟ مش مهم اعرف انت بتحب مين، المهم ما تسيبهاش. لا انا مش سايبها، هي اللي سايباني. ليه؟ زي ما تقول كده عينيها على حد تاني. عشان مش شايفاك. لا بالعكس، هي شايفاني وعارفاني وحافظاني كمان. بس الحب مش فرض عم جمال، ما ينفعش تفرض نفسك على اللي بتحبه. غلط غلط يا عادل، انت لازم تفرض نفسك عليها، لازم تخليها تحس انك لا يمكن تسيبها، لازم تحسسها انها هتخسر كل حاجه لو انت سبتها. لازم عادل، اسمع مني. اسمع منك ايه؟ اسمع منك اكون زيك ولا مؤاخذه خليله اتمرمطك كده؟ انت عايزني اكون رخيص يا عم جمال؟ لا مش عادل اللي هيكون رخيص. شوف عادل، انت اللي هتعرف ولا هتفهم الكلام اللي بقوله لك ده. الا لو ايه؟ لو بقيت زيي. وانت مالك عم جمال؟ انت زي الفل عم جمال، وراجل وسيد الرجاله، ما هتقولش على نفسك كده في ايه؟ لا زي الفل ولا نيله، وانت عارف كده الحاره كلها عارفه كده. عم جمال روق كده، حياة النبي تروق وتاخد نفسين وكل حاجة هتبقى زي الفل والله. لا لا، ما طلع هنا مخصوص عشانك، وبعدين هنا خدت نفسين حابب اخدهم عشان انسى العمر اللي راح. انما انت بقى هتاخد نفسين ليه؟ عشان تاخد بالك من اللي جاي، ما تستسلمش زي ما انا استسلمت. عم جمال انا طلعتك هنا مخصوص عشان تتبسط وتفك، واضح اللي انت طالع عشان تعكنن عليا وتضايقني. ابوك الله يرحمه كان نفسه يدخلك كل الحربية، كان عايزك تطلع زيه. عارف عادل، ابوك ده كان بطل. والله العظيم انت كمان بطل، وبطل ابطال. والله بطل ولا نيله. عارف انا هربت من الجيش؟ لا والله. يا راجل هربت من الجيش ومن كل حاجه في الحياه، في حرب الاستنزاف ابوك ابو مصاب، جرينا كلنا رحنا للمستشفى، الحاره كلها راحت عشان تشوفه، شفته وهو مصاب بيرجع سواد من البارود. ساعتها حسيت ان انا قد ايه قليل،
نفسي على مليون سبب عشان أصدق إن أنا ما عرفتش. من ساعتها لغاية دلوقتي أنا بهرب. بعد كده عرفت إن له صديق عزيز علي أوي، هو كمان قطع سرية، اتصاب في عملية من العمليات ومات. أبوك أصر يقود السريتين، خف من الإصابة ورجع. ساعتها راح ومرجعش، وأنت تربت في وسطينا. أبوك الله يرحمه حافظ علينا كلنا، بس إحنا لو عايشين محافظناش عليه. أنت مالكمش ذنب أي حاجة حصلت لي. أقولك يا عم جمال، احكي لي أكتر عن أبويا، عايز أسمع منك. أبوك بقى كان عنده إصرار زي الحديد، لما كان يصر إنه يحقق حاجة كان لازم يحققها مهما حصل ومهما كان، وما مستسلم. عايزك انت كمان ما تستسلمش، عايزك تبقى زي ابوك، اوعى تبقى زي مفيش اي حد في الدنيا، لازم يبقى زي جمال. لا لا، حد ما تقربش مني، تقربش مني عشان ما تتعديش. هتكون فاكر ان المرض العضوي بس هو اللي بيعدي، نفسي الضعيفة كمان بتعدي. خد بالك من نفسك يا ابني، اوعى تبقى زيي، اوعى. حاضر حاضر يا عم جماعة. يما اهدي يما، خسيت 2 كيلو راحة جاية كفاية. اسكت يا واد، اسكت خالص، ما اسمعش صوتك، انا عايزه اكلها باسناني. الحاره دي كلها لازم تعرف ان انا بقيت الكبيره، ومحدش يفتح عينه فيا ولا يقول لي بيم. هيعرفوا يا ابني، وربك لا يعرفوا، والله لا يعرفوا. خلاص تروح لامها تجيبها من شعرها وتملها دبله بنتها. ما تقولي كده بقى يا خوخو، قولي كده ان انت عايزه امسك الدبله ارميها في وش فريال، قولي كده. فريال دي ايه يا روح امك؟ فريال دي خلاص راحت عليها، ما تنفعكش. اسمع بقولك ايه، والله العظيم البنت دي لو ما حطيتها تحت رجلك ما انت معتب هنا تاني. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت جيت يا سبعي؟ لا ما جيتش. اسم الله عليك وعلى جمالك يا اختي. ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ ياض النصيب على بختي المايل، من بردعة لحمار يا قلبي لا تحزن. بتقول عليك حمار. انت أدرى بقى يا عمي. انت لسه عايزة تتجوزي الهبل ابن الهبلة ده؟ لا. حلو كده فرحي قلبي يا شيخ، ده ما ينفعكيش، لا هو ولا احمد، ده بكرة يجيلك سيد سيده. هيحصل يما هيحصل. انت من بكرة تروحي ترمي له الدبلة وتقولي له انا مش عايزة اشوفك ولا اشوف امك. لا ده بكره، ده لي تخطيط تاني خالص. اهلا يا فريال. عزه بيه، ازاي حضرتك؟ انا والله مش عارفه اشكر حضرتك ازاي انك وافقت تقابلني. خير؟ متولي كويس؟ الست خليله تمام؟ كويسين حلوين، بس انا سبت متولي. ليه كده بس؟ زعلتيني بصراحه. الصنف ده ما يعجبنيش، يعني حسيت كده انه عيل بتاع امه، وامه بتعمل اللي على كيفها، ومحدش يقدر يقول لها تلت التلاته كام، وانا الصنف ده بقى ما يعجبنيش. ليه؟ انت ما كنتيش تعرفيه قبل كده؟ لا عارفاه، بس ما كنتش شفته الا بعد كده، فقررت اسيبه. وانا دخلي ايه بالحكايه دي؟ لا ازاي بقى، انا عارفه ان هم يخصوك، فخفت تزعل على زعلهم وتاخد مني موقف، وانت زعلك غالي قوي عندي.
وبعدين؟ لا وبعدين ايه بقى؟ انا عايزة ابقى قريبة منك واعمل اللي بيعمله قده 10 مرات. من الاخر اللي تأمر بيه بقى. وهو ايه اللي انا بعمله؟ يعني اكون قريبة منك اكتر من كده. انا عايزة اشتغل معاك على فكرة. انا شاطرة قوي وعجبك. اتجوزي متولي. ايوه انا عايزك تتجوزيه. لما تتجوزي متولي هنبقى احنا الاتنين قريبين لبعض قوي. متولي كده ولا كده مجرد شماعة عندي. لكن انت بقى بما انك هتشتغلي معايا هتبقي غالية عندي قوي. وانا اللي اشتغل معايا لازم يعرف القانون بتاعي. اللي هو ايه؟ كلمة حاضر ونعم هما اساس الحياة معايا. قوليلي انت بتشربي؟ انا عمري ما شربت. يا خسارة. بس ممكن اجرب. اصل في ناس لما تطلبي منها حاجة زي دي وهي مش متعودة عليها بتتضايق. انا اعمل اي حاجة علشان خاطرك حبيبة قلبي. اهو انت كده بقى حبيبة قلبي من جوا. انا اصل احب البنت الشاطرة والكويسة واللي تفهمني بسرعة. انت تأمرني. طب يلا بينا. حاولي انت اللي تعملي اللي انت عايزاه. خلي حد من الشباب يوصلك حتة او دي حلو. عايزه كلهم يطيروا. خلاص؟ ماشي. اتفضلي. اتفضلي. الله 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 الله. ايه الحلاوه دي يا بنت كلها؟ اه يا عيني. عارفه مكتب زي ده كان لازم يكون عندك زيه من زمان. يا بنت ده مش مكتبي، ده مكتب مدحت. انا هنا بس مؤقتا. مدحت؟ اه. ومدحت ده بقى ايه؟ بيحبك؟ لا. طب والله العظيم بيحبك. انت عبيطه. يعني سايب لك المكتب كده تعملي فيه اللي انت عاوزاه من غير اي حاجه ليه؟ اهبل. ده كان هيتجوز مروه اختي. كان. وبعدين اختك مروه مش فارق معايا اذا كان عايز يتجوزها ولا لا. اختك اصلا مش فارق معاها حد خالص. لا يا نغم، انا ما احبش حد يتكلم عن اخواتي البنات كده ابدا. المهم كنت عاوزه ايه؟ عارفه راس المال بتاعنا بقى كام؟ طبعا عارف. 250,000 جنيه. بنت يا منى اوعى تكوني جايباني هنا عشان تبيعيني، اوعى تطلعي واطيه، احنا متفقين على الحلوه والمره مع بعض. لا طبعا انا لا يمكن اسيبك، انا جايباكي عشان عايزه اخد رايك في موضوع. ويا رب تقولي اه، يعني ما تقوليش لا. هو انا عمري قلت لك لا ابدا؟ خليل ماله؟ انا عامله حسابي ان هو يبقى شريك لينا. طبعا انا عارفه ان ده ممكن يبقى تقيل او غريب عليكي. انا هبعت لامه واخواته 50,000 جنيه، ده نصيبه من الشغل. وطول ما الشركه بتاعتنا قايمه هو هيفضل شريك. بصي يا نغم، لو انت مش عايزه. منى، خليل مات علشاني وعلشانك مش علشانك لوحدك. وبعدين يعني مش هتطلعي اجدع مني. جدع يا بت. ايه الاخبار؟ واضح ان عندك ضيوف. معلش انا اسف. لا اسف على ايه؟ العفو. صديقتك؟ شريكتي. واضح ان الشركه بتاعتكم بدات تكبر. الحمد لله. طب استاذن انا بقى. لا لا تستاذني فين، استني انا عايز اتكلم معاكم. ايه اخبار الشركه؟ طمنوني. الحمد لله ماشيه وزي الفل. طيب وانا مش صديق ليك ولا ايه؟ مش تقولوا لي كده وصلتوا لغايه فين؟ على فكره شركتنا ملهاش علاقه بشركه حضرتك خالص، وزي ما وعدتك انا. الله الله الله، ومالك انفعلتي قوي ليه كده؟ هو انا للدرجه دي انسان شرير وعلى طول نيته بتبان سيئه كده؟ لا مش قصدي خالص. طيب ممكن بقى تفهموني انتوا وصلتوا لغايه فين؟ مش جايز يكون في فكره في دماغي تفيدكم؟ ما انا برضه يعني عندي شويه خبره قليله كده، والا ما كانش هيبقى عندي شركه كبيره زي دي ولا ايه؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا حضرتك.
ايه احساسك؟ في ايه بس اللي بتضحك؟ ما بعرفش اجاوب على الاسئله دي. طيب قول لي يعني امتى اول مره حسيت ان انت بتحبني فيها؟ يعني امتى اول مره دخلت جوه قلبك؟ اول مره يعني؟ اه اول مره شفتك فيها في العياده عندي، ساعتها في حاجات كده اتحركت جوايا. طب انت ايه بقى؟ اول مره لما قلت لي اللي عندنا ده يخلينا مميزين عن غيرنا، ساعتها قعدت افكر المرض اصلا ليه بيجي. ليه؟ عشان نكشف معدن اللي جوه الناس. في ناس يعني بتبان لما بتتعب، في ناس بتبان لما بتكبر، ناس تانية لما بتختني، ناس تانية لما بتفتقر. يعني فيلسوفة حبيبتي، فيلسوفة. بتحبي الفلسفة؟ اه بموت فيك. انا بقى بموت فيك انت، بموت فيكي. بقول لك ايه، كنت عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا كلمت الدكتور محمد، انا عارفه ان انت ما بتحبش تتكلم في الموضوع ده، بس اسمع مني بس. مش يمكن الفلوس اللي انت هتديها للمتبرع ده تغير حياته وتساعده في حاجات كتيره قوي؟ ليه ما تفكرش فيها ان انت ربنا خلاك مريض وعندك فلوس كتيره، وهو سليم بس معهوش فلوس، فانتوا الاتنين هتكملوا بعض. صدقني سيبك من افكارك اللي معطله حياتك في حاجات انت اصلا مالكش دخل بيها. في حاجات ربنا هو اللي بيكتبها لنا بطريقه احنا لازم نعملها واحنا مغمضين. شو وقته؟ احنا جينا علشان ننبسط مش عشان الحاجات ديت. وبعدين انا من ساعه ما اتجوزتك حاسس ان انا خفيت، مبقاش عندي اي حاجه. انت شايفاني عيان؟ انا كويس. انت عمرك في نظري ما كنت عيان. العيان ده بيبقى شخص اللي ما بيحسش، بيكتئب بس للعيا وخلاص. انما الشخص اللي قلبه تعبان مقتنع ان هو هيخف وبيحس، ده شخص سليم. زي ما حد مثلا يكون عنده رجل مقطوعه بس هو مقتنع ان هو هيمشي وبيمشي في الاخر عشان هو حاسس بده من جواه، ده شخص كويس وسليم. بحبك. يعني خلاص هتعمل عمليه؟ ايوه. هكلم الدكتور ان احنا هنشوفه اول ما نرجع. موافق. عارف اجمل حاجه لما بحس ان انا ببني الحياه اللي انا عايزاها، كمان اجمل ان تكون انت اللي بتحارب عشان حياتك. بقى لما نرجع ان شاء الله عندنا معركه تانية خالص، لما تفوق بقى كده وتقوم بالسلامه. معركه ايه دي؟ ابنك، لازم تشوف ابنك. انت مش بني ادم. ليه؟ ايوه، ما هو مفيش بني ادمين بيعملوا اللي انت بتعمليه ده. انت حقيقيه؟ ايوه بجد والله. أيوة. العظيم جاي من البحر كمان. انت راح طري سمكه يعني ولا ايه؟ اها سمكه. أنا برضه أيتن مش عارف سبب توترك ده إيه. مش عارف إزاي يعني؟ البيه هرب، اختفى، محدش عارف هو فين. ما أنا عارف إنه اتنيل هرب، وأنا قلتلك قبل كده إن أنا مش هسكت على الموضوع دوت، وإن شاء الله هلاقيهولك. ما أنت لازم تلاقيه عشان نتجوز زي ما اتفقنا، هو لازم يظهر ويطلقني ولا إيه؟ آه طبعًا طبعًا. أمال إيه؟ أكيد طبعًا لازم يظهر ويطلقك. هو أنت مالك بارد كده ليه؟ أنا حاسة إن الموضوع ده مش فارق معاك خالص. يا أيتن أنا مش بارد، أنا لا بارد ولا سخن. أنا الفكرة كلها إن أنا عارف اللي بتتكلمي فيه ده مهم، بس في حاجة تانية أهم. اللي هي إيه بقى يا ترى؟ إحنا مالنا؟ يا أيتن، يا أيتن أنا مش عايز أبقى تابع لحد، ومتهيألي اللي أنت عملتيه في حياتك أكيد نتيجته برضه إن أنت ما تبقيش تابعة لحد. يعني ايه؟ يعني لازم انا اللي اكون اللي فوق، لازم اكون رقم واحد، لازم اكون الكينج. كلام وجيه مهم قوي على فكره. عندك حق فعلا، كلام وجيه مهم، بس وجيه ده بقى ما يتامنش. وجيه ده ممكن يبيعنا في اي لحظه، ده لو فضل في البوزيشن اللي هو فيه. ايوه هو ده، هو ده مربط الفرس.
ازاي نبقى فوق عشان لما نعمل اي حاجه محدش يقدر يعادينا. عشان نوصل لده ايتن لازم نعرف مين اللي ورا وجيه. سيب لي انا الحكايه دي بقى. افهم، انا احب افهم. هتعملي ايه؟ يعني هعمل مشوار صغير كده لحد مهم قوي. مين بقى الحد ده؟ ما ينفعش اقول لك، ده سر. سر؟ ازاي يعني؟ هو احنا في بيننا وبين بعض اسرار ولا ايه؟ اه طبعا في. طب ده حتى ما ينفعش، ده احنا في يوم من الايام هنبقى كيان واحد وهنبقى مع بعض في بيت واحد. يعني من الاخر كده هنبقى واحد، فما اعتقدش يعني ان ممكن يكون في بيني وبينك اسرار في يوم من الايام. ايضا على فكره يا احمد، موضوع ان احنا نبقى واحد ده مش صح، ده غلط كبير قوي. احنا لازم نفضل اتنين، عشان نفضل ناجحين لازم نفضل اتنين. رايحة فين؟ هقولك بعدين. انت خلصتني من سامح وانا هخلصك من وجيه. ايوه عادل، انت فين؟ يعني ايه مش جاي الشغل تاني؟ انت هتستعبط؟ خلاص يا عم انت حر. مبروك. في مفروض يعني احنا الاثنين النهارده نبقى اسعد اثنين في الدنيا. انا عمري ما كنت اتخيل اني اتجوز واحد في قلبك وحنيتك. طب ايه؟ اني اتجوزتك دي امنيه من امنيات حياتي واتحققت. طيب في ايه؟ ايه اللي مضايقك؟ انا حاسه اني خنت بابا. ليه بتقولي كده؟ لانه بابا عمره ما كان هيرضاني اتجوز بالطريقه دي. انا مستعد اعلن جوازنا للدنيا كلها، انا ما عنديش مشكله. لا مش دلوقتي ارجوك. انت غريبه قوي، أنا كنت فاهم إنك أول واحدة هتصمم إن إحنا نعلن جوازنا. أنا مش خايف، أنا بحبك قوي وعايز أعيش معاكي بقية عمري. إلا إذا يعني ما كنتش لسه واثقة أنا بحبك قد إيه، أو كنت لسه مش واثقة من إحساسك ناحيتي. سمر أنا كده حقلق، أنا حاسس إنك مخبية حاجة عني. جايز في سنين كتير بينا، لكن السنين دي مش بتبعدنا عن بعض، بالعكس دي بتقربنا اكتر. عارفه ليه؟ السنين دي خلتني اعرف انا عايز ايه. السنين دي خلتني لما اختار تاني اختار صح. انت الانسان اللي انا عايز اعيش معاها. اذا كنت انا محتاج لك
فده مش معناه انك تضغطي على نفسك. لو حسيتي في اي لحظه، حتى في اللحظه اللي احنا فيها دي، انك عايزه تبعدي، انا ما عنديش مانع. انا كل اللي يهمني سعادتك. انا عايزه اعيش معاك العمر كله. انا مصدقك بس مش فاهم رد فعلك. معلش استحملني. دي مفاجأة حلوة. أنا صممت إنه يبقى موجود هنا علشان أعمل أي حاجة بحبها وأنا معاكي. عن إذنك. لا أنا الأول. هنشوف دلوقتي مين التلميذ ومين الأستاذ. يا صباح الفل. اهلا اهلا. يا صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح القمر. ايه الصباح الحلو ده؟ مش خايف ايتن هاني تسمعك؟ ايتن 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 مين؟ خد بالك انت بتتكلم على اختي. عادي، ما هي بنت خالي برضه وفي زفت نادي الوقت. مشكلتك ان انا فاقساك على طول. فاقساك؟ ايه الكلام البلدي اللي بقيتي تقوليه ده؟ لا يا شيخ، ما حسسني ان احنا مولودين في الشيخ زايد. تضحك على ايه؟ اصل زمان كانوا بيقولوا في الافلام الزمالك وجارزن سيتي، دلوقتي بقت الشيخ زايد. ها؟ طب ما تلخص تقول انت عايز ايه بالظبط؟ اولا انت عارفه ان انا بحبك انت. ولما انت بتحبني انا رميني على وجيه ليه؟ مش خايف؟ مش غيران عليا؟ غيران؟ غيران ده لما الكلام يبقى حقيقه، لكن احنا عارفين الفوله. ماشي، امال فين السنيرة ايتن؟ مش باينة ليه؟ سيبك من ايتن خالص، عايزك تخرجيها من دماغك تماما. المهم عملت ايه مع وجيه؟ ولا اي حاجة، مش عارفة اطلع منه اي حاجة، ما بيتكلمش خالص. تعرف الحل ايه؟ ايه؟ انك تشوطيه. ازاي يعني؟ تخرجي برا اللعبة، تركبي انت على الكرسي وهو يبقى بره، انت فوق وهو تحت. ودي اعملها ازاي دي؟ بسيطه. وانت كل حاجه عندك بسيطه؟ اما تعرفي السكه هتتاكدي ان كل حاجه بسيطه. ما تقولي انت عايز ايه بالظبط؟ ايتن. اشمعنى ايتن؟ ايتن هي اللي هتركبك على الكل، وهي اللي هتركبك على وجيه. مش ايتن كانت صاحبه بيت ازياء كبير في مصر؟ يعني كل كبارات البلد بيلبسوا من عندها. طب ما تقولي انت عايز ايه بالظبط؟ عايزك تصلحي معاها، عايزك تظبطي الامور ما بينك وما بينها، عايزك تطلبي منها ان هي تركبك على وجهي. طب ما تقول لها انت. لا انا ما ينفعش، لازم انت اللي تقولي لها. انا عارف ان هي اليومين دول قاعده عندكم في البيت، صح؟ ايوه. هو انا ليه حاسه انت هتشوطني انا في الاخر؟ عيب عليكي، اشوطك انت؟ ده انا اخيرا عرفت قلبي بيحب مين. يبقى كلمني. طب احنا بنتكلم اهو. معلش لازم امشي قبل ما الهني ما تيجي. انت بتغيري بقى. لا خالص، اغير من مين؟ انا بس مش عايزه اشوف وشها. قد كده بتحبيني؟ بحب، بس على قد ما بحب بكره برضو. بس اللي انا اعرفه ان اللي يحب ما يكرهش. ده يكره ويغل ويشل ويحرق كمان، وممكن يقتل. خد بالك بقى. يا اما سلام. سلام يا قمر. ايه بس اللي مضايقك؟ نجلاء اختي. اختك فهمت الوضع ومش هتعمل اي حاجه تضايقك. بس انا بفكر في حاجه تانية خالص. ايه هي؟ لو انا كنت اختها من امها وابوها كانت سكتت كده؟ ولا عادي مش فارق معاهم اللي حصل لي؟ الكلام ده مش صحيح. اختك فهمت الوضع ومش عايزه تتدخل في حياتك اصلا. لا خالص، انا اللي طلعت عبيطه مش فاهمه اي حاجه.
مش فارقه معاهم. عارفه انا لو فارقه معاهم كان قلبوا عليا الدنيا وكان عرفوا انا فين، انما انا عادي مش فارقه معاهم اصلا. عارفه انا نفسي في ايه دلوقتي يا شوق؟ ايه؟ نفسي قوي اشوف بابا. تعرفي انت لما قلتي ان انا هنا هبقى حاجه كبيره قوي الكلام ده صحيح، بس عارفه اللي انا نفسي فيه اللي انت ما تبقيش زيي. بصي يا حبيبتي، انت كنت جدعه معايا قوي وانا عمري ما هنسالك ده. اطلبي اي حاجه اعملها لك، انا لازم اقف جنبك، ده واجب عليا. كبيره ايه بس اللي مضايقك؟ نجلاء اختي، اختك فهمت الوضع ومش هتعمل اي حاجه تضايقك. بس انا بفكر في حاجه تانية خالص. ايه هي؟ لو انا كنت اختها من امها وابوها كانت سكتت كده ولا عادي مش فارق معاهم اللي حصل لي؟ الكلام ده مش صحيح. اختك فهمت الوضع ومش عايزه تتدخل في حياتك اصلا. لا خالص، انا اللي طلعت عبيطه مش فاهمه اي حاجه. مش فارقه معاهم. عارفه انا لو فارقه معاهم كان قلبوا عليا الدنيا وكان عرفوا انا فين، انما انا عادي مش فارقه معاهم اصلا. عارفه انا نفسي في ايه دلوقتي يا شوق؟ ايه؟ نفسي قوي اشوف بابا. تعرفي انت لما قلتي ان انا هنا هبقى حاجه كبيره قوي الكلام ده صحيح، بس عارفه اللي انا نفسي فيه اللي انت ما تبقيش زيي. بصي يا حبيبتي، انت كنت جدعه معايا قوي وانا عمري ما هنسالك ده. اطلبي اي حاجه اعملها لك، انا لازم اقف جنبك، ده واجب عليا. ميرا، انت ايه اللي جابك هنا؟ ميرا، ميرا ايه؟ ميرا ايه؟ انت اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا مش عايزه اشوف وشك تاني، مش عايزه اشوف وشك تاني، فاهم ولا لا؟ بقول لك يا متولي. قول لي يا حبيبي. محتاجك في مصلحه هظبطك. ما انا مش محتاج تظبيط عقد، ما انت عارف يعني. طب ولو قلت لك ان اخوك وصاحبك عادل هو اللي محتاج. محتاج ايه؟ محتاج اكبر. محتاج تكبر. طب ما انت عارف يا دولة ان الكبير هو اللي بيقول الكلام ده مش انا. هو ايه المشكله يا متولي؟ ما نقول له يعني. لا انا خلاص قفلتها معاه، ما ينفعش اطلب منه حاجه تاني، مش كل شويه. متولي صحصح معايا كده. انا كل اللي عايزه منك انك توفر راسين في الحلال بس، مش اكتر من كده. مش انا اللي في ايدي الموضوع عادل والله، مش انا. ليه بتيجي عند عادل وتوقف؟ امال مين اللي في ايده الموضوع يا متولي؟ امي. ماما؟ طب ما تقول لماما. ايه المشكله؟ ماما بتحب عادل برضه. ماشي، هبقى اكلمها انا في الموضوع ده. بس قول لي بقى، ايه اللي قلبك على احمد كده وخلاك تقول انا عايز اكبر وعايز اشتغل لوحدي؟ مش كنت صحاب وحبايب وخاربين الحاره وخروج ودخول؟ خالتي وخالتك كنت فرقوا الخلايا، وبعدين انا فضلت متواطي لغايه ما اتدست. ماليش حل غير ان اركب الموجه. عرفت بقى؟ انت كده ماشي صح. ماشي، اشوف انا الموضوع ده وبقول. قول لها عادل من ايدك دي لايدك دي. كل اللي هتحتاجه هتلاقيه، وانا وعدك يا صاحبي. شوف احمد ده هيبقى فين؟ ما جبتهالكش من سبع سما لسبع ارض، ما بقاش انا عادل. ماشي، اما نشوف القلب الجامد ده يعجبني. اما نشوف بس توصل. الله، دي فريال هانم جت. خلاص بقى، خلاص. متولي عايزاك. متولي عايزاك. روح. أنا ما رضيتش أكلمك بخصوص اللي حصل امبارح. أنت شايف اللي حصل امبارح ده يصح فريال؟ يصح بقى ولا ما يصحش يا متولي؟ مش مهم، انا عارفه ان امك مالت دماغك بالكلام وقالت لك طبعا تسيبها. لا بنت انا عمري ما اسيب. انت مجنونه ولا ايه؟ طب خلاص يبقى نتجوز. يلا امتى؟ النهارده او بكره مش مشكله، المهم بقى اخلص من ذنب جمالات. ماشي، ما تقلقيش والموضوع ده سيبهولي وكل حاجه هتبقى على لستك. خلاص؟ ما نشوف حبيبتي. ماشي، يلا سلام. سلام يا متولي. تعالي هنا. ايه اللي بتحبيه ده؟ ايه ياما في ايه؟ في ايه؟ مش انا قلت لك ترمي الدبله في وشه؟
ما تعرفيش ان انا بحبه؟ اسم الله يا اختي. نعم بتحبي فيه ايه العبيط ده؟ بت فاكراني برياله ولا ايه؟ بقولك ايه جمالات، انا عفاريت الدنيا بتتنطط قدام وشي، والنبي سيبيني في حالي. الهي ربنا ياخدك يا شيخه عشان ارتاح منك. عايز ايه؟ كنت عايزك في كلمتين. ما عنديش كلمة اقوله. لا ما مش انت اللي هتقولي، انا اللي هقول الكلمتين، انت عليكي تسمعي بس. وداني مسدودة، ما بقتش تسمع. ودانك مسدودة. لا ما احنا هندور على اي حتة تسمعي بيها عشان الكلام اللي هقوله كلام مهم قوي. هو انت كنت فين؟ وانت مالك؟ انا مالي؟ لا ما اصلي اختي فيكوا كده. كنت قاعد بعمل حاجة فعطلت في معلومة. قلت انت الوحيده اللي هتفيديني فيها. معلومه ايه؟ اسم عزت في اللغه العربيه معناه ايه؟ لا 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 مش عايزك تتوتري، لا 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 انا هقول لك، بس انا سالت قبل ما اجي، معناه الفلوس والعز والجاه، ولا انا غلطان؟ انا مش ناقصاك انت كمان. بالعكس دي انت ناقصاني وناقصاني قوي كمان. انت في ريال اللي من غيري ناقص حاجات كتير. أنا اللي هفتح عينيكي وهوريك الدنيا اللي عمرك ما شفتيها. لو سمحت أنا تعبانة وعايزة أنام. لا ما تزعلنيش، تعبانة يا بطل؟ أنت من النهاردة ما ينفعش تتعب خالص، لازم تستحمل عشاننا كلنا. نعم؟ لا صوتك يعلى ومتولي يسمع ويجي يسأل ويعرف إنك كنت عند عزة، احتمال يتباحك فيها. أنت عايز إيه؟ أقول لك أنا عايز إيه؟ ما دام أنت بقيت قريبة من الكبير وصديقة مخلصة لي أنا عارف يعني. فعايزك تزكيني عنده يعني، لان الواد عادل ده شاطر ومش زي ما متخيلني تابع لاحمد، لا انا اقدر ابقى اشيل لوحدي ويجربني بس مش هيندم. قلت ايه؟ سيبني عادل دلوقتي. هو انا ليه حاسس انك زعلانه على اللي انت عملتيه؟ اخس اخس زعلانه. اه زعلانه. عارفه ايه اكتر حاجه تضايق البني ادم؟ انه يندم على اللي عمله بعد ما عمله. مش هيفيد بحاجة الندم، المهم النتيجة يا فريال، المهم يعني المكاسب اللي هتيجي من اللي انت عملتيه لازم تكون أكتر كتير من اللي انت قدمتيه، ده اللي تفكري فيه يا حبيبتي. امشي. امشي دلوقتي. اتفضل. لا أنا كده بقى هكلم متولي، على فرحكم. عيب يعني يعلق بنات الناس المدة دي كلها، الموضوع طول قوي. وأنا وعدك إن فرحكم ده عليا، من الأول للآخر، من إيه تزد يعني. طب يلا بقى وريني عرض كتافك. طب هوريكي. بس من غير ما اخد منك وعد. وعد؟ طب ما فيش بوسه على الطاير كده؟ بوسه؟ تلاقيش، كنت بهزر. اصل عادل ما ينفعش يبقى معاه تلاته كمان، اربعه يعني. اربعه؟ احمد ومتولي وعزت. عايزه كمان عادل؟ لا عادل بيبقى بحب يبقى سنجل بقطه. باي. سافل كنت عايزه تعمل ايه لما تشوفك؟ انا عارف ان عندها حق. ولو كانت ضربتك 100 قلم برضو كان عندها حق. انا الدنيا سودت في وشي. طيب وانت كنت فاكر ايه؟ الدنيا كانت فاتحه لها دراعاتها واخدها بالحضن. انا عارف ان انا كنت غلطان. وعرفت فجاه كده؟ انا عندي استعداد اعمل اي حاجه عشان تسامحني. بقول لك ايه؟ انا عن نفسي مش مصدقاك وحاسه ان وراك مصيبه تانية. بقول لك ايه؟ ما تاخد بعضك وتمشي كده احسن. لا طبعا مش همشي. ليه؟ اصل محتاج لها ومش هقدر استغنى عنها. وبعد ما يخلص احتياجك هتسيبها برضه وتمشي؟ بقول لك ايه؟ انت عارف انها حامل؟ حامل؟ انا قلت ان في كولكشن جديد وانت اكيد عايزاني اشوفه. صراحه انا غلطانه اني ما قلتلكيش من الاول. طب ما تقولي لي انت عايزه ايه بس؟ عايزه افهم. تفهمي ايه؟ ابن عمتي. احمد. لا انا كده اطمنت اني ماشيه في الاتجاه الصح. خير؟ عايزه افهم ليه هو بالذات. مش فاهم. بصي انا هبقى واضحه معاكي، انا وجيه فهمني ان احمد واجهه لناس تانيين عشان بس محدش يقرب منه. وبعدين انا لما فكرت مين اللي ممكن يبقى عنده فكره عن الموضوع وبالتفصيل، حضرتك اللي جيتي في دماغي. ميرسي. لا حضرتك يعني انتي اشهر رقاصه في مصر وعلاقاتك بالناس اللي فوق كبيره،
فممكن يعني تكوني عارفه السر؟ يعني انت عارفه اني غاليه عندي قوي يا ايضا، عشان كده انا هقول لك سيبك بس موضوع السر ده وقولي لي انت عايزه ايه. بس انا واحمد قررنا نتجوز. وبعدين؟ خايفه عليه. من ايه؟ يعني النهارده عايزينه، بكره مش عايزينه. اه قصدك يعني انهم يتخلصوا منه بعد ما تنتهي مهمته؟ حاجه زي كده. لا ما تقلقيش، طول ما هو ماشي صح وماشي على الخط اللي احنا رسمينه احنا عمرنا ما هنتخلى عنه حتى لو كان في بديل. احنا هو انت اسمعي يا عيد، اهم حاجه عندنا انه يكون مخلص. ايوه بس وجيه ده بني ادم مش كويس ابدا، مقلق. وجيه؟ وجيه ده مين؟ وجيه ده اخره يقول كلمتين وبس. اوعي تفتكري ان اللي زي وجيه ده له قيمه. بس انا حاسه انه قوي فعلا. هو لازم يبان كده. ايوه بس وجيه برضو ليه مكانه مهمه يعني. يا بنتي اتعلمي بقى المكانه للفلوس وبس. مش عارفه بس انا مش مطمنه. وايه اللي يطمنك؟ صراحه مش عارفه اقول لك ايه. يعني كرمك وموافقتك انك تقابليني وتفتحي لي قلبك خلتني حاسه اني مطمنه بجد. يا حبيبتي انت عارفه ان انت غاليه عندي جدا، وانا بصراحه زعلت قوي لما عرفت ان والدتك دخلت السجن. انا فكرت بجد اني انا اروح ازورها، بس بصراحه الموضوع ده كان ممكن يعمل لي قلق. طب فهميني بقى. المساله بسيطه جدا، الملايين والمليارات وكل الفلوس والطرق بتاعت الفلوس دي بتدور في دايره صغيره قد كده، والدايره دي مش هنا بس، لا الدايره دي في كل مكان في العالم، وكل دايره متداخله مع الدايره التانيه. انا مش فاهمه حاجه. راس المال في العالم كله بيتصالح مع بعضه يا ايتن، واصحاب المال والمليارات دي كلها مش لازم يظهروا ولا يبانوا، مش لازم اصلا حد يعرفهم عشان ما فيش حد غلطتهم. وبعدين لازم دايما يكون في كبش فدا جاهز. ايوه بس انت قلتي لي ان احمد هيبقى بعيد. ده عشان خاطرك بس. طب معلش انا عايزه اطمن زياد. هو مش وجيه قالك؟ قصدك ايه؟ قصدي ان احنا خلاص عزت بالنسبه لنا بقى متعب جدا وبقى صعب كده ومش قادرين نستحمله. ها يا عيني عليه، فاكر قال ايه؟ ان الدايره دي مش هتكمل من غيره. يعني ايه برضه؟ يعني عزت لو انتهى احمد هو البديل الاساسي. ايه مالك؟ مستغربه بس انك بتتكلمي معايا بالصراحه دي. وانا ما استغربتش ليه بقى لما جيت في بالك وكنتي على يقين اني انا عارفه الطريق؟ عشان انا عارفه علاقاتك وعارفه انك مخك قبل ما تيجي قالك على كل حاجه يا عيد. انتي مش مندهشه من اللي انا بقوله لك، انتي بس مستغربه من صراحتي معاكي. وانا بقى هقول لك انا صريحه معاكي ليه؟ لانك لو فكرتي انك تخرجي من بقك كلمه واحده من اللي انا قلته هتبقي انتهيتي انت واحمد. بقول لك ايه يا اخويا؟ اللي اوله شرط اخره ايه؟ نور. لا الجنود، فلوس. الناس تعبانه ومليانه هموم ودماغها مدوشه ومحتاجه تروق كده عشان تعرف تعيش، وبصراحه دي فرصتنا. تحت امرك يا اختي. نضاعف الكميه. طب بالراحه عليا، ده انا ما صدقت ان انا صرفت اللي فاتوا. لا واقول ايه الكبير؟ الكبير قوي اللي مشغلنا، اللي الدنيا كلها كده ملك ايديه، ده انا قلت له اقدر اصرف قد المره دي باثنين وثلاثه واربعه وخمسه كمان. طب بالراحه عليا. انا عايزه اقابل الناس اللي بتوزع عندك. كلهم؟ لا واحد واحد، هعمل عزومه هنا وتجيبهم لي. هنا؟ هنا ده ايه؟ لا طبعا، ده احنا من بكره هننقل في مكان تاني يرد الروح، نقل علوي قوي. فين يعني؟ فيلا. فيلا وبسيم. وهترق وتحلى يا اخويا، وكل اللي اتداس علينا ههرسه برجلي. بقول يا جمال. نعم. ما تقوم تعمل لنا شاي. يا سلام، بس كده؟ قهوة. بقول لك ايه يا اخويا؟ احنا لمينا كام؟ 750. بس؟ لا، انا عايزك تعلى،
ده انا ورايا هم ما يتلم، لازم اسد الفيلا السنه دي. قول اشتريت الدار اللي قلت لك عليها في البلد؟ حصل. اشتريت. انا عايزه العالم كله يعرف ان خليلة دي بقت فوق فوق فوق، ما يعرفوش حتى يطولوها بنظره عينيهم. الشاي يا جمال. هتردي عادل؟ مساء الخير. شرفتي يا هانم. مساء الخير. انت رايحة فين؟ ايه؟ مش هتتعشي الأول؟ أنا اتعشيت برا. مع مين؟ علاء، مش كده؟ حلو أوي. وإيه كمان؟ حصل إيه؟ قالك ايه؟ في ايه جديد؟ انتي ساكته ليه؟ ما تنطقي. كمال يا انا اتجوزت علاء. بتضربيني ليه؟ عشان اتجوزت علاء؟ عشان بحبه؟ أنا عارفة متأكدة إن محدش فيكوا هيحس بيا، وعارفة كمان إن كل واحدة فيكوا هتفضل تديني نصايح من هنا لبكرة وهي أصلا مش عارفة تنصح نفسها. تضربيني ليه؟ عشان عملت اللي أنا عايزاه؟ اللي نفسي فيه، اللي أنا شايفاه صح؟ لا مش عشان كده. أمال عشان إيه؟ هقولك انا عشان حاسه ان انا عملت اللي انا عايزاه وانتي لا. انتي بتكرهينا، انتي ما بتحبيش ولا واحده فينا يا كمال. انتي شايفه ان كل واحده فينا عماله بتقب على وش الدنيا وبتعمل اللي هي عايزاه وانتي لا. انتي قاعده في مكانك زي ما انتي، تتنقني من حال لحال من غير هدف ولا فايده. أنا بحب أحمد، بس بتجوز غيره. أنا عايزة أبقى جنب عزت، معرفش ليه كمان. أنتِ عايزة إيه يا كمال؟ عايزة إيه بالظبط؟ ياه، ده أنا طلعت وحشة أوي. بتضربيني ليه؟ عملت لك إيه أصلاً؟ رخصتي نفسك. رخصتي نفسك ورخصتينا معاكي عشان خايفة عليكي. انت ما بتخافيش على حد، انت عمرك ما خفتي على اي واحدة فينا. انت بتعملي كده انت عارفة ليه؟ عشان كل مرة بتبصي لنفسك فيها وبتسألي نفسك انا وصلت لفين، ما بتلاقيش رد فبتتجنني. استني هنا. مش هستنى، انا هلم هدومي وامشي. على فين يا هانم؟ بقولك اتجوزت. عارفي مش كده؟ لا مش عارفي، الرسمي وعند المأذون. وهو اللي طلب منك ان الفترة دي تبقى في السر لغاية اما الظروف تخلص، مش كده؟ لا ما طلبش ان حاجة تفضل في السر، مشكلة عندنا. وانتي المشكلة بقى ايه عندك يا حلو؟ ما تتكلم. سعيد مش كده؟ ما بترديش ليه؟ مش عايزه اسمع ولا اي حاجه. بقول لك ان انا اتجوزت ومش هسيبه وبحبه. طب ما تقولي للدنيا كلها انك بتحبيه واتجوزتيه. سيبك مني، انا بغير منك وبكرهك وبحقد عليكي، وانتي احسن واحده في العيله. اقول لك انتي احسن واحده في الدنيا كلها، بس عشان تبقي احسن واحده في الدنيا تروحي تقولي للناس كلها انك اتجوزتي علاء. هيحصل. امتى؟ لما احس اني عايزه اعمل كده. وانت عمرك ما هتعوزي تعملي كده. عارفه ليه؟ عشان خايفه من سعيد. لان سعيد لو عرف هيتهمك بانك خدعتيه هو وابوه، وعلاء اللي اتجوزتيه هيتهمك بالخيانه،
خدعتيه طول الفترة اللي فاتت، ساعتها هتتحولي للشيطان اللي نط وطلع من العلبة وخرب لهم كل دنيتهم. أنا عايزة أقولك على حاجة واحدة بس، بابا لو كان عايش وكنت عملتي كده كان مات بسبب. أنا عارف إن مفيش أي حاجة تبرر اللي أنا عملته. لو قلت لك إن أنا عملت كده عشان خاطر أبويا طيب؟ أبويا قال لي إن أنتوا عايزين تدمروا وتهدوه. أنا كان مستحيل أسيبه لوحده أبداً. دي أول مرة في حياته يطلب مني حاجة. بس أنا غيرهم يا مروان. أنا مش قايطة إن اللي أنت عشت معاه عمرك كله. وكان في بينك وبينها حاجات كتير قوي وحشة. ولا أنا ماما اللي عشت معاها غصب عنك. أنت عايزه يحس بيا. أنا ما كنتش فاهم هو بيعمل معايا كده ليه أساساً. كنت أسأل نفسي كتير جداً هو ليه عامل معايا كده. ليه مخلي ايتن ماسكه كل حاجه في الشركه وانا مش موجود خالص؟ بعمل لها اكتر مني انا شخصيا. لحد ما جه يوم طلب مني ان انا انزل الشركه واشتغل. فرحت قوي. طلب مني الطلب اللي نفسي اسمعه منه من زمان. نزلت الشركه فعلا واشتغلت. طبعا الصراع زاد بيني وبين ايتن وبين والدتك. اللي هو بقى كان عايز كده عشان الصراع ده يكبر وهم يتلهوا معايا وهو يعمل الشركة التانية اللي مش عايز حد يعرف عنها حاجة. عمرك في حياتك ما هتحسي يعني ايه حلمك ان ابوك يحس بيكي. انا كنت بكره امك جدا. امك خدت مكان امي وجت عاشت معانا غصب عني. ما كنتش بطيق اشوف ايتن. بس انا متهيألي ان انت حسيتي احاسيس شبه كده برضه. عشت مع امي مش امك فتره برضه. وبعدين متهيألي ان مش كل اخواتك يعني كانوا حاسين بيكي قوي. لا كانوا حاسين بيا يا مروان. ازاي؟ اذا كان مفيش حد خالص فكر يسال فيكي. الوحيده اللي جت عشان تزورك كانت منى. وكانت جايه عشان مصلحتها. عايزه شغل من الشركه وبس. غير كده مفيش اي حد فكر يجيلك. كانوا بس عايزين يعرفوا ان انت عايشه وبس. آسف. آسف يا ميرا. مفيش أي كلام يبرر اللي أنا عملته. أنا عارف. ولو قلت لك إن أنا غلطان وحاسس بالغلط اللي أنا عملته وأنت ما صدقتنيش هيبقى عندك حق برضه. أنت عارف أنت عملت فيا إيه؟ عارف. عارف والله وحاسس وندمان. لا مش عارف يا مروان. مش عارف. أنت سبتني وأنا محتاجة لك. سبتني من غير ولا مليم. سبتني في مكان ما اعرفش فيه اي حد. لا قادره ارجع ولا قادره اقول انا كنت فين ولا عملت ايه. انت مشيت وانت مستني تشوفني بنهار. كل ده عشان ابوك يرضى عنك. كنت عايز رضا ابوك على حسابي وحساب حياتي. لو قلت لك ان انا اسف هتصدقيني؟ لا مش هصدقك. ومش هسامحك يا مروان ولا عمري هثق فيك تاني. ولا حتى عشان خاطر ابننا؟ ما تقولش ابننا. ده ابننا بس. انت سبتني وسبته. وكان عندك استعداد تسيبه. تتخلى عنه وعني. اقول لك على حاجه؟ لو ابوك كان لسه عايش وقال لك قول ان ده مش ابني كنت هتقول كده يا مروان؟ لا طبعا مستحيل. لا كنت هتعمل كده للاسف. انا اصلا مش عارفه انا ايه اللي خلاني اعرف واحد زيك؟ مش عارفه انا قاعده بتكلم معاك ليه دلوقتي؟ انت متاكده ان انا فعلا حبيتك؟ حب؟ انت عارف معنى الكلمه دي؟ عارف يعني ايه حب اصلا؟ للاسف ما تعرفش يا مروان ولا عمرك هتعرف.
عشان انت اناني ما بتفكرش غير في نفسك وبس. تعرف انت عملت ايه في قلبي؟ انت قطعته 100 حته ودست عليه برجليك. انت خليتني مش حاسه باي حاجه ولا عايزه احس باي حاجه. انا كل اللي انا عايزاه دلوقتي انك تبعد عني عشان ارجع احس اني عايشه زي الاول. بعد اللي انت عملته فيا خليتني احس اني ميته. عمرك ما هتحس انت عملت فيا ايه. ميرا لو سمحت اوعى تنطق اسمي على لسانك. انا بكرهك يا مروان وبكره اليوم اللي عرفتك فيه. انت مش عارف انت عملت فيا ايه. اديني فرصه واحده بس تانية وخلاص. عشان ايه اديك فرصه واحده؟ عشان ابننا. مش لازم ابننا يشوف اللي احنا عشناه. ابننا لو جه دلوقتي كده هيعيش معاكي لوحدك وهيفضل طول عمره بيتمنى اليوم اللي يشوف ابوه وامي فيه مع بعض. وحتى لو اتجوزتي هيبقى مفصول عن العالم كله. هيدور على اي حد عشان يقرب له. هيبقى متقطع بيني وبينك طول العمر. بص ايدك فكر. ومهما قلتي له هو مش هيستوعب حاجه. ولو استوعب مش هيصدق. ميرا دي الفرصه الوحيده اللي جت لنا والاخيره. ارجوكي فكري. فكري عشان نلحق اي حاجه باقيه فيه. يعني ايه؟ ناوي تهاجر بجد؟ هاجر فين يا منى؟ ده انا لما بروح البدرشين بقول غربتي. اي كلام وخلاص بقول. طيب يا سيدي كاميليا ايه بقى؟ اكتر اسم كنت بحب اسمعه. دلوقتي حتى مش طايق اسمعه ولا يجي على ودني. يعني ايه؟ عاوز تفهمني انك خلاص كرهتها؟ انا ما بكرهش حد يا منى. بس كاميليا وجعتني قوي. كسرتني. استحملت عشانها كتير. حاسة بيا لما كانت تيجي كل يوم تقول لي ان هي بتحب احمد وهو مش حاسس بيها. لا وانا كنت بصبرها اقول لها معلش استحملي اكيد هيحس بيكي في يوم من الايام. ياه انت بتحبها قوي يا عادل. وهو ده الحب الحقيقي. هو ده الغباء الحقيقي. انك تفكر تحب حد وتحس بيه هو حتى مش شايفك. هو اللي بيحب يبقى غبي. اللي بيعذب نفسه عشان اللي بيحبه ولا يحب حد ما بيحبهوش هو ده الغباء. ايوه بس كاميليا ما كانتش تعرف انك بتحبها. كان لازم تعرف. كان لازم تحس. عملت حاجات كتير قوي. لو كانت ركزت معايا هتعرف ان انا بحبها. مين قال كده؟ العقل بيقول كده. يا سيدي افرض اختي غبيه. أختك مش غبية. كاميليا بتحب أحمد. أنا اللي كنت غبي. اديت لي نفسي حجم أو حاجة ما كانتش بتاعتي أساسا. عادل أنا عايزة أطلب منك طلب. لو سمحت ما تسيبش كاميليا. تليفونك. في حاجات كتير كان لازم أعملها من زمان. لازم اعملها. ابن عمتك احمد. لا ما تفكرنيش بالحوار ده. الحوار ده فيه حاجه غلط. عايزك بقى تمشي ورا احساسك كده. عادل اوعدني انك ما تسيبش كمان. مش هقدر اوعدك بكده. انا عملت عشان كاميليا كتير وحاولت اقرب لها كتير. دور عليا هي لازم تاخد خطوه. وانا احس ان هي عايزاني. مش هينفع اكون متطفل اكتر من كده. يعني كده انت هتستسلم؟ بعد كل اللي عملته ده بتقولي بستسلم؟ ليه ما تقوليش ان انا راجل؟ تالي ان انا عندي كرامه. كرامتي غاليه عندي جدا. اوعدك بحاجه واحده بس. ساعه ما احس ان كاميليا عايزاني هتلاقيني جنبها. انا همشي. عايزه حاجه؟ رايح فين؟ عندي مشوار لازم اروح اعمله. انه احمد بيتكلمني من الصبح وانا مطنشه. لازم اروح له. ماشي. مش هتحاسب؟
تفتكري حد يبقى قاعد معاه بنوته حلوه كده ولابسه اصفر وزي القمر في الاخر يمشي ويخليها تحاسب؟ ده حتى ما بقاش راجل. ماشي يا سيدي. السلام عليكم. أما إيه اللي جابك؟ جاي عايزة إيه؟ عايزة إيه؟ ده أسلوب تكلم بيه أمك؟ أمال أقول لك إيه يعني؟ ماشي يا ستي، أمريني يا حبة عين ابنك. أنت زي ما تكون ما صدقت إن أنا رحت الحارة وسبت الفيلا. مش أنت اللي برضه اللي مشيتي؟ أنا كنت قلت لك امشي، ما أنت كنت قاعدة هنا ومتهنية. راح أشوف حبايبي في الحارة. حبايب؟ حبايب مين؟ هو أنت عندك واحد بس بتحبيه في الحارة دي ولا هو بيحبك؟ كلهم حبايبي وكلهم قريبين من قلبي وعمري ما انساهم غيرش انت اللي نسيتني، ولا كان امك ولا اي حاجه، ولا حتى جيت تقول لي تعالي يما ارجعي الفيلا وسيبك من الحاره. معلش اديك رجعت بالف سلامه، يلا اتفضل على اوضتك مستنياك وتحت امرك. اوضه ايه بقى؟ ده انت حتى ما عملت لي تليفون تقول لي وحشتني يما يا حبيبتي الغاليه يا عينيا يا اللي شلتلي في بطنك 9 اشهر. احنا غلط ولا ايه؟ هم كانوا 7 بس. 9؟ لا 7. 9؟ يا ستي 7، انا اللي كنت جوه بطنك وعارف. ورحمة ابوك الغالي 9، انا اللي عارفه. خلاص يا ستي 9 9. ده مين اللي ده؟ ارتيم. في ايه يا ارتيم؟ عرفت اللي حصل؟ اللي حصل خبطيني. ده مين اللي ده؟ ارتيم. في ايه يا ارتيم؟ عرفت اللي حصل؟ اللي حصل خبطيني. يا اختي قولي ازيك؟ عاملة ايه؟ ولا مش ماليه عينك؟ ازيك يا عمتي؟ كده عاف من غير بوس ولا حضن ولا اي حاجه؟ بقول لك يا اما ادخلي انت اوضتك دلوقتي. تعالي معايا تعالي. ايه؟ قلقتيني. ايه اللي حصل؟ سامح في مصحه بيتعالج. سامح في مصحه بيتعالج. ومين اللي قال لك؟ انا عايز اعرف مين اللي وداه. عادي يعني ممكن يكون راح من نفسه. يا احمد ده هيروح من نفسه ازاي؟ انا خايفه يكون في حد وراه. ولا يهمك، حتى لو مليون واحد وراه احنا قده. انا خايفه قوي يكون بيفكر ينتقم مننا. فكر ينتقم؟ ده قبل ما يفكر في كده هكون طلعت روحه. فاهمه؟ تعالي اجيب لك تشربيه. مش عايزه حاجه. تعالي بس. حلاوه ابني بقى خط الصعيد بقى قتال قتله. لا 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 لسوء الظن ده ما يمكن بقى حد مهم في الحكومه. لا ابني بيشتغل مع الحكومه. عارفاه ابني انا. مساء الخير. مساء النور. احمد بيه موجود؟ انتظارك. اتفضل في الجنينه. ازيك؟ اهلا. عامل ايه؟ الحمد لله. انا احمد فين؟ جو. وده ايه اللي جايبه الساعه دي؟ ازيك يا عيد؟ ازيك يا عيد عامل ايه؟ عايش. انت فين يا ابني؟ بكلمك ما بتردش ليه؟ وانت عايز مني ايه؟ اللي عايز منك ايه؟ احنا مش شغالين مع بعض ولا ايه؟ ايتم مش غريبة. قول شغال تحت ايديك، شغال عندك، لكن مع بعض دي صعبة شوية. ماشي يا عم، يا اللي شغال عندي وتحت ايدي. مش المفروض بقى ان انت طالما شغال عندي وتحت ايدي يبقى لما اكلمك ترد عليا؟ لا، ما انا رفدت نفسي. نعم؟ اه رفدت نفسي. مش فاهم. زي ما تقول كده زهقت. مبقتش قادر اشتغل عند حد خلاص. قررت ان ابقى لوحدي. قررت ان انا اقول كلمه لا ولو لمره واحده. عندك مانع؟ يا ابني الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده. اقعد بس اقعد بس اسمع انا هقول لك ايه. بص انا جاي هنا بس عشان الاخوه والصحبيه وعشره العمر اللي بيني. غير كده انا مش هسمع اي حاجه ولا هستقبل منك اي حاجه. طب اهدى يا عادل، اهدى. انت جننت ولا ايه؟ انا عارف انك انت مش مستوعب اللي انا بقوله لك،
ويمكن احتمال صغير يكون انت زعلان ان انا هسيبك مش هشتغل معاك تاني. صدقني يا احمد هي دي الحقيقه. اعتبر عادل خلاص مش موجود معاك من الساعه دي. على فكره مش بمزاجك، انا هنا اللي بقول كل حاجه. يا اخي كفايه بقى. انا انت ما عندكش قلب تحس بيه؟ في ناس عايشه حواليك يا اخي من حقهم يقولوا ومن حقهم يعيشوا كمان. عارف الناس دي بس كان هدفها حاجه واحده بس، انك تبقى انت كويس. مش عايزين منك اي حاجه خالص، ولا عمرهم طمعوا ان هم يبقوا رقم واحد زي ما انت عايز، ولا يبقى معاهم فلوس الدنيا. كل هدفهم كان انت بس. بس انت بغباك طفشتهم كلهم من حواليك لحد ما تبقى لوحدك يا احمد. صدقني هتفضل لوحدك، مش هيبقى فيهم حد معاك خالص تاني. عادل ممكن تهدى بس وتسمع احمد عايز يقول لك ايه؟ يمكن في كلام مهم هيقوله لك. صدقني يا ايتن ما بقاش في حاجه بيني وبين احمد، هو عارف الكلام ما بقاش ليه طعم. فتخيلي بقى هيبقى في حاجه مهمه. ما افتكرش. لا ده انت باين عليك دماغك فوتت. اغلط ما انا متعود على كده. بس صدقني انا مش هسمح لك بكده تاني. عادل اللي انت تعرفه ما بقاش عادل. البركه فيك. شوف يا عادل انا بنبهك ولازم تبقى عارف ان انت كده بتخسر. او بكسب. احتمال اكون بكسب. عارف اللي انا بعمله ده كان المفروض اعمله من زمان قوي. بس معلش كل حاجه بتجي في وقتها. طب اقعد بس يا عادل، اقعد واتكلموا انت واحمد بطريقه اهدى من كده. انتوا اكتر من الاخوات. كنا عايد. دلوقتي ما بقناش خلاص. كنت غبي انا قوي صح؟ انا عارف ان انا كنت غبي، بس معلش كل واحد بيدفع ثمن غلطته. كنت بتدوس عليا في وسط الناس وتقل مني واسكت اقول ياد عيب ده اخوك، ايه المشكله يعني؟ السكينه سرقاه، علي صوته عليك، يقول اي حاجه، بس في الاخر اخوك. اسكت. عشره العمر والصحوبيه والاخوات. كنت بسكت عشان حاجه واحده بس، عشان اللي بقوله لك، وعشان حاجات كتير قوي. بس انا عارف ان عمر ما هتحس بحاجه. عارف ليه؟ عشان انت مش بتحس غير بنفسك بس، احمد وبس. ولا انا قلت حاجه غلط؟ مالكوا يا ولاد؟ على فكره انا كنت عايزك. مش انت السبب ان انا احمد بين اخوات؟ انت السبب. فاكره امي ماتت وكنت بتيجي تاكليني وتاخديني من بيتنا عشان ما اقعدش لوحدي، عشان تبيتيني عندك نايمين على سرير احمد. فاكره اما كنت بتاخديني من الحاره وتجري ورايا تضربيني، كنت بتخافي على حالي. أمي نفسها لو كانت عايشة ما كانتش هتعمل معايا زي ما أنت كنت بتعملي. طب أمال في إيه؟ في إني خايف عليه أو عليكي. لا مش هتاكلني بالكلمتين دول. بالعكس أنا مش باكلك بالكلمتين دول. سيدة أنت أطيب قلب أنا قابلته في حياتي. ابنك نفسه ما يعرفش ده. بس أنا يمكن عشان حسيته، حسيت حضنك في الوقت اللي ما كانش فيه أي حد بيطبطب عليا، كنت لوحدي. عشان كده كل اللي بطلبه منك تعقل ابني وتخلي بالك منه. عادل مش تعبر. كنت هعمل كده من غير ما تقولي. انا اسف. غبي يا ست سيدة. بعتيلي خير؟ إذا كنت عايزة تسخني ريحي نفسك يا أختي. خلاص واهبطي. عبد الله ساب الحارة كلها ومشي. ادخلي ادخلي اقعدي ادخلي يا جمالات. أوه بقول لك إيه، أنا مش ناقصة وجع دماغ ولا قلبة نافوخ. سامعاني؟ قولي اللي عندك وخلصيني. يا لهوي هو أنا وحشة كده؟ نعم يا أختي. هو أنا وحشة لدرجة إنك مش عايزة تقعدي معايا؟ عايزة الحق ولا ابن عمه؟
بصراحة بقى يا سيدة، انت تغيرش على الآخر. ده كان كل الناس بتحبك في الحارة، ده اللي ما عندوش أم كان بيعتبرك أمه، واللي كان عايز حاجة كان يجي يقول لك يا سيدة أنا عايز، تجري وتلفي في الحارة كلها لغاية ما تعملي اللي هو عاوزه. أم الله يرحمها كانت بتقولي إن لو حد احتاج حاجة يجري على سيدة، وكنت ألم نسوان الحارة وأعمل جمعية وأقول لهم الجمعية دي هتقبضها فلانة الأول، واللي مش هتخش الجمعية ذنبها على جنبها. انت عارفة ده أمي شورتني من جمعياتك يا شيخة. أمال ليه ما حدش بيحبني؟ انت ايه يا بيت؟ بصراحة بقى انت بقيتي وحشة قوي يا سيدة، انت بقيتي عاملة زي الشلوقة ما بتشبعيش. ايه اللي غيرك يا وليا؟ ايه اللي حصلك؟ الخوف. نعم يا اختي، خوف. خوف من ايه ان شاء الله؟ الخوف من الدنيا والزمن. الدنيا بقت غير الدنيا. الخير زمان كان كتير، ما كانش يهمني ايه اللي راح وايه اللي هيجي، كنت ضامنه. والزمن اللي عمال يجري بسرعه زي ما يكون عايز يطردنا براه كده. انا لما جوزي مات لقيتني مديونه والمعاش ما بيكفيش ربع الشهر، خفت. والواد ابني زي ما انت عارف مفيش حاجه نافعاه ولا راضياه، كل حاجه لا ومش عايز يشتغل. قال ايه؟ عايز يسافر، مفيش حاجه في بقه غير السفر. طب ايه يعني يا اختي؟ ما كل جدعان الحته كده زيه، وبعدين فيهم اللي نفع وفيهم اللي بقى زي متولي. وهم ليه كلهم عايزين يخرجوا ما يرجعوش؟ عندهم حق. لا ما عندهمش حق. لا عندهم حق. هيقعدوا هنا يعملوا ايه؟ زي الناس يشتغلوا، اللي بيعملوه هناك يعملوه هنا. لا ما ينفعش، اللي بيعملوه هناك ما ينفعش يعملوه هنا. هناك السكك مفتحة، كل واحد عارف طريقه وبيمشي فيه يوصل لآخره، إنما هنا انتي بتخشي الطريق ما انتيش عارفة هتجيبي آخره ولا هتخرجي منه ولا لأ. ده ما قوليلي بقى إيه اللي قلب عليكي المواجع دي كلها؟ عادل، انتي عارفة إن أنا مرضعة عادل ده؟ أمه لما ولدته كان بعد ابني بيوم يومين كده، وهي كانت تعبانة وصدرها ناشف، خدته منها ورضعته. بس الواد عادل ده كان بيرضع اكن مفيش حد هياكل وراه. رجعته لها، قلت لها خد ابني هيموت من الجوع، خليه عندك. بعدين ماتت الله يرحمها، خدته في حضني انا، ربيته، كنت احميه واجيب له كل حاجه زي ما اجيب لاحمد اجيب له. وعمري ما رضيت اديله حاجه من حاجات احمد، كنت خاف لربنا ما يرضاش علي. دلوقتي بقيت أخاف أساعد أي حد، ولو حد جاء وقال لي إنه محتاج حاجة أقول في عقلي بالي ما أنا محتاجة أكتر منك. مع إن إحنا دلوقتي أنا وابني بقى معانا فلوس أكتر من الأول، لكن ما بتكفيش، مع إن كان زمان بيكفينا رغيف. والله أنت طيبة قوي يا سيدة، وكل الناس في الحارة بتحبك، بس أنت عارفة لو تخلي لسانك كده يقول كلام حلو وكلام حنين كده، يا سلام كل الناس هتترمي تحت رجلك صغير وكبير. ايه رايحه فين؟ رايحه اشوف الواد عادل. اقعدي استنى اجيبهولك على التليفون. انت معاكي نمرته؟ ده انا معايا ارقام الحاره كلها، افرجي حصل حاجه ولا حد عنده ظرف نجيبهم منين؟ غريبه انك لسه في المكتب لحد دلوقتي. ما انا متعود ابات هنا كتير. شكلك بتحب شغلك قوي. وبخاف عليه كمان. عشان كده انت ناجح. طبعا، ما هو عشان انا ناجح وعشان انا بحب شغلي بحبش حد يخسرني ابدا شغلي ولا حد يهدد مكانتي. طبعا اي حد مكانك لازم يعمل كده. انا شخصيا لو مكانك ممكن اهد الدنيا باللي فيها لو حد فكر يقرب مني. طب ايه ما قلتليش يا رنا ممكن تفيدك فعلا في حاجه؟ مين؟ طب بصي بقى أستاذة أيتن، أنا أكتر حاجة أتضايق منها في حياتي وما أحبهاش نوعين من البشر، الغبي واللي بيعمل نفسه غبي. وبعدين أحمد يعني مش هيكبر أكتر من كده، خلاص هو ده سقفه، ولو كبر هيبقى في ناس تانية عايزة تكبره مش أكتر. أنا مش فاهمة أنت بتتكلم على إيه بالظبط. طب ما تقوليلي الأول بس أنت قلتي إيه أنت ورانا وأنا أفهمك. طب عارف ان انا كمان اكتر حاجه بكرهها في حياتي وما بحبهاش نوعين من البشر برضو؟
الخواف لما يعمل فيها شجاع، والغبي لما يتذاكر. واضح ان الرساله ما وصلتش كويس. وجيه، انت لو بالقوه اللي انت عايز توصلها لي دي ما كنتش كلمتني في وقت زي ده عشان تعرف ايه اللي حصل بيني وبين رنا. ببساطه كنت ممكن تعرف من غير ما تسالني اصلا. انما انت خايف، انت خايف من احمد لان انت حاسس انك حطيته على سلمه ما كانش المفروض يقرب لها اصلا. وهو بقى شاطر، اول ما جات له الفرصه طار، وهو ده اللي مخوفه. واضح ان انت مش فاهمه حاجه خالص. لا بالعكس، انا فاهمه كويس قوي. انت بس اللي مش عارف تخبي خوفك. مفيش مشكله، انا كنت بعت لك النهارده عشان احذرك. تحذرني من ايه؟ لا خلاص، مالوش لازمه الكلام اصلا. انا تخيلت ان انت اقرب لي من احمد، بس خلاص طالما انت عارفه طريقك وخطواتك وماشيه صح يبقى خلاص. جود لك. انا هستاذنك يا مدام عشان عندي عدد طالع بكره الصبح، وانا متعود ان انا اشرف عليه بالمطبعه بنفسي، وربنا ما يقطع لي عادي. تصبح على خير. وجيه، عيب قوي انك تسيبني في مكتبك وتقوم تمشي. بقول لك يا مدام، المقابله خلاص انتهت. اشوف وشك بخير، واسف اني عطلت. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبي. جمالات قالت لي انك عايزاني. ايوه اتفضل. لو هتتكلمي في اللي حصل ابقى اتكل على الله. لما اقول لك ادخل تدخل. يلا. ماشي. جينا دخلنا. تعال. جينا جينا. القهوه دي ليه؟ ان شاء الله اقعد. وقعدنا كمان. لو عايز تدخن دخل، الا لو كنت عايز تعمل عندك دم. لا دم ايه بقى؟ احنا قلعنا برقع على الحياه من زمان، مبقاش فيه دم خالص. لا المفروض قدامي يبقى فيه، عارف ليه؟ لان انا زي امك. زي امك. فاكر دي؟ انت لسه فاكره اما ان انا بحب المصاصه؟ كبرنا على الكلام ده اما خلاص. هتكبر على امك؟ لا. بوس ايد امي كمان. قولي بقى مالك. مصاصة وأمي، أنت عايزة تتكلمي في نفس الموضوع صح؟ لا أنا عايزة أقول لك إن أنت ابني، وإن أحمد ما هوش أغلى منك، وإن أمك كانت أختي الغالية وكانت صاحبتي قوي، وأبوك خير وكان على الحارة وعلى البلد كلها. عارف ليه؟ لا مش عارف ليه. نسيت إنه مات في الحرب، كان بيحارب عشاننا، وامك قعدت تستغناه ما صدقتش انه مات. قالت ما دام ما فيش جته واتدفنت يبقى ما ماتش، وبقت تلف على كل الناس اللي كانوا معاه تسالهم. سال، اتصل، وكل يوم تتنها صحيانه للصبح مش عايزه تنام ولا تقعد الا لما تطمن انه رجع، وما صدقتش ابدا انه مات. ايه بس انا نسيت وانت نسيت واحنا نسينا، كلنا نسينا، كلنا نسينا كل حاجه، ما بقاش فاكرين غير نفسنا وبس. بقول لك يا سيدنا، تعالى اقول لك على حاجه. الكلام اللي انت قلتيه ده انا حافظه ومسجل منه بتاع 20 30 نسخه، ممكن اسمعهم لك. فتعالي معايا سكه وقولي لي انت عايزه ايه، عشان شايفك يعني مكلفه شاي وقهوه ومصاصات. تعالي قولي لي بس عايزه ايه على طول. احمد بيشتغل في الممنوع؟ اه بيشتغل في الممنوع، وكلنا بنشتغل في الممنوع، وانت اللي عامله انك مش واخده بالك. انا عارفه بس بكذب نفسي. لا 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 انا مش عايزك تكدبيها خالص، عايزك تصدقيها على طول. انت عايز تسيبه ليه؟ هو انت ليه يا سيده متغيره كده ومهتمه بحياتي انا واحمد؟ ولا انت خايفه على ابنك مني؟ ليه ما تقولش ان انا خايفه عليك؟ يعني هتخاف عليا اكتر من ابنك؟ بأمارتي يا سيده. بأمارت امك وابوك اللي ماتوا في الحرب، واللي امي قعدت تستنى ابويا. قلت لك حافظ الاسطوانه يا سيده، في ايه تاني؟
ماتوا بالنسبه لك، انما ما ماتوش بالنسبه لي. لا، الحقيقه بقى ان هم ماتوا بالنسبه لي وبالنسبه لك، وعمرك ما افتكرتيهم غير دلوقتي وفجاه راحوا عن بالي ونسيت، وانت نسيت، واحنا نسينا الناس ونسينا الصحاب والاهل ونسينا كل حاجه، بس كنا غلطانين. بعد ايه بقى؟ هو ايه اللي بعد ايه؟ بعد ما كل حاجه ما بقاش ليها طعم جاي تفتكريهم دلوقتي؟ بعد ما الحياه بقت مسخه، حتى قعدة القهوة اللي كنت بقعد عليها أنا وأحمد ابنك بالليل بقت مرة، الشاي مبقاش يتشرب، القهوة مبقتش تظبط الدماغ. بس أنا بقى لو فكرت تنزل الشارع يركبك العصبي على طول. الناس اتغيرت يا سيدة، بقت عاملة زي الكلاب، كل واحد عايز ينهش في اللي قدامه. العيشة بقت صعبة أوي يا سيدة، الموت بقى أحن لينا من البيوت. أنا مش عايز أعيش في البلد ده يا سيدة، عايز أهرب، عايز اخرج، عايز اترمي في اي مركب، حتى لو ترمي في المايه واغرق وما اطلعش تاني. ليه كده؟ عشان ما بقاش فيه امل. عارفة يا سيدة انا بقى عندي كام سنه؟ كام يعني؟ كتير، ما تعديش. انا بقيت شايل هموم الدنيا، قولي عندي كده 100 سنه 200 سنه راحتك يعني. انت لسه شباب. شباب دي بقت كلمه، انت شباب عني يا سيدة، صدقيني. أنا بقيت بهرب من الناس يا سيدة، بقيت بستخبى في نومي. يعني هي كل الناس اللي عايشة في البلد وزي الفل ومحققة نفسها عاملة زيك كده؟ ما الناس عايشة ومبسوطة وزي الفل. كدابين، صدقيني كدابين يا سيدة. بيكدبوا ويصدقوا كدبتهم عشان يهموا نفسيهم ويحسسوا نفسيهم إن هم عايشين زي الفل، لكن هم ولا عايشين زي الفل ولا أي حاجة. والله عايشين زي الفل وراضيين. رضا قوة، مش رضا خنوع ولا كسرة. عايشين ومبسوطين وبيحقق اللي هم عايزينه. عايشين زي ما كنا احنا عايشين. كنا؟ وانت عمرك عشت يا سيدة؟ أحلى عيشة. في الحارة دي؟ أحلى حارة. طول عمرك في قرية يا سيدة. اديني أمارة واحدة اللي أنت بتقوليه. بأمارة الحيطان والبيوت والجيران والناس. لا، عند الناس وقفي بقى. ناس؟ ناس مين؟ جمال اللي اتجنن وراح يلف على العيال الصغيره عشان يتجوز اي واحده، في الاخر راح اتجوز خليله اللي خليته عبد عندها، ولا احمد ابنك اللي عمال يتاجر بقول الناس واقولهم انا، ولا ولاد عبد العزيز البنات اللي ما حدش فيهم عارف عايز ايه، كلهم طماعين. ولا سيبك من ده كله، انت انت شخصيا يا سيده، بنات اخواتك دول اول ما مات اخوك عملت ايه؟ خفت تجيبيهم عندك في البيت، عارفه ليه؟ عشان ما تصرفيش. خفت عليهم؟ لا، ما خفتيش عليهم، خفت على فلوسك، صح يا سيدة ولا أنا غلطان؟ أنت صح. أنا طول عمري صح. شكرا يا أم على المصاصة، تعيشي وتفاكري. سلام. ده سامح، ده سامح، أنا تعبت جدا عشان أعرف إنك هنا، أقسم بالله زعلان منك. عرفت مكاني منين؟ قلبت عليك الدنيا، ما خليتش حد إلا لما اتصلت بيه وأنت عارف علاقاتي. وبعدين؟ ولا قبلين، في إيه يا سامح؟ يا أخي يا أخي، ده اسمه كلام بقى؟ أنت تبقى في محنة وما تقولش لأخوك؟ هو إيه اللي بينا ده، مش كان عيش وملح ولا كانت مية ساعة؟ أقسم بالله زعلان، وزعلان قوي كمان. لا، استغفر الله العظيم وكل ذنب العظيم. خد ممنوع منها. يا راجل ممنوع ايه؟ مع وجيه مفيش ممنوع، كله مسموح. امسك امسك، محدش هيتكلم معاك صدقني. خد خد يا سامح، خد ولا ولا يا راجل، مش حد يقدر يتكلم معاك هنا. قول لي بقى، عملت في نفسك كده ازاي؟ قول لي انت واحد من الاخر، عايز مني ايه؟ عايز منك ايه؟ ايه؟ جاي اطمن عليك وماشي،
من امتى؟ من امتى؟ يعني انا هازز طولي وشقيانة عشان الاقيك وانت تقولي من امتى؟ يعني دي مقابله تقابلهاني؟ انا عارفك. ما هو عشان انت فاهمني وعارف ان انا صاحب صاحبي لازم المفروض تقابلني مقابله احسن من كده. ده اسمه كلام؟ طب قول عاوز ايه وقت من الاخر برضه. اللي عمل فيك كده لازم يتربى. بمعنى؟ بمعنى ان انت صعبان عليا قوي. صعبان عليا رميتك هنا في المصحة وهو قاعد في البشباشة وفي الفيلل. لازم يتربى يا سامح، الواد ده لازم يتنفخ. أقول لك على حاجة؟ أنا ممكن أطلعك من هنا. بس لازم تنفذ اللي هقوله لك بالحرف الواحد. وجيه ده لازم يقع. بمعنى؟ بمعنى انه لازم يتشال من مكانه. واللي زي ده ملوش غير طريقه واحده بس. اللي هي ايه؟ فضيحه. ازاي؟ وجيه ده عامل زي اللومه في الزور، لازم نتخلص منها. بس اللي زي ده لازم وقعته ما يكونش ليها قومه، عشان لو وقع وقام تاني هيشوط في الكل. احمد بتفكر في ايه بالظبط؟ فكر اشيل وجيه من مكانه، بس نجيب مكانه حد حبيبنا وقريب مننا قوي. اللي انت بتفكر ده فيه صعب قوي. مفيش حاجه صعبه في الدنيا دي. ازاي؟ بفكر. ماشي، بس عايز اعرف الاول مركز حضرتك مع ايتن اليومين دول ممكن اعرف في ايه؟ مصالح. عليا؟ تاني يا مروه، اللي هنقوله هنعيده تاني. حياة سيدة احمد، مفيش حد في الدنيا دي كلها فاهمك قدي. ما عشان كده انا ماسك فيكي بايدي واسناني. ماشي يا احمد، هعدلك بمزاجي، هعمل نفسي مش واخده بالي. خلينا نشوف مصالحنا الاول. واللي بقى نبدا ازاي ومنين؟ هقولك كل حاجة بس في وقتها. ادخل. لا 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 لا، انت كده مش حبيبة قلبي خالص. انا زعلان منك قوي. ليه بس؟ لقيتيني ما سألتش. اسألي انت، على الاقل تطمني عليا. عندك حق، انا اسفة. بتهربي مني؟ انت عارفة احلى حاجة بتعجبني فيكي ايه؟ ايه؟ سكوتك. طب مش تتفضل الأول؟ حاضر، هتفضل. سكوتك ده معناه إنك بتفكري في كل كلمة قلتها لك قبل كده، وإنك لسه ما وصلتيش لقرار، بس أنا متأكد إن في أمل. كاميليا، أنا بحبك حب ما حدش في الدنيا دي حبه لك قبل كده، وعايز أتجوزك النهارده قبل بكرة. أنا بقول لك الكلام ده وأنا متوقع إنك هترفضي. هرفض؟ ايوه. انت حد قريب مني جدا، ساعدتني كتير، يمكن ما قابلتش حد في حياتي ساعدني قد ما انت عملت. قربت مني بطريقه انا معجبه بيها ومبسوطه. تعرف عني حاجات يمكن لو اي حد عرفها يبعد مش يقرب. انا كل اللي عايزه من الدنيا دي كلها انك تبقي قريبه مني، وده اللي هيخليني احكي لك انا حاسه بايه، لاني متاكده انك هتفهم. انا بفهمك من غير ما تتكلمي. بس انا عايزه اقول. اوكي قولي، انا سامعك. انا معجبه بيك ومبسوطه انك جنبي وعايزاك تفضل جنبي. طب كويس اهو. ايوه، بس ده مش معناه ان انا موافقه ان احنا نتجوز، لاني حاسه انه لسه مش. لسه ايه بس؟ قصدك لسه في حاجات؟ مش هيبقى في اي حاجه ناقصه طول ما انت جنبي. عارفه ليه؟ ليه؟ لان عمري ما تمنيت حد في الدنيا دي كلها زي ما تمنيتك انت. صدقيني انا بكلمك من كل قلبي حقيقي. مصدقك. طب ايه؟ مش هشرب حاجة ولا ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟
في الحقيقة أنا فكرت كتير، أروح فين أروح فين؟ قلت أروح لزينب أتفرج عليها وأنا باخد حقي، أتفرج عليها وهي مكسورة ومزلولة في السجن. وأنت فاكر إنها هسيبك؟ وأنت فاكرة إنك هتفلتي من حبل المشنقة؟ حبل المشنقة ده هيتلف على رقبتك أنت يا شاطر. على فكرة أنا مبسوط قوي قوي وزعلان في نفس الوقت. مبسوط إن أنا شايفك مكسورة ومزلولة على البرش، وزعلان عشان يا خسارة سمير الله يرحمه مات قبل ما أفرح فيه وأشوفه مزلول هو كمان معاكي في السجن. ما تفرحش قوي كده، المهم اللي يضحك في الآخر. آخر؟ طمني يا زنوبة طمني، أنا جبت الآخر من الآخر. تهيألك لسه بدري قوي. روح فين؟ لا مش لسه بدري، اوعي تفتكري ان انا جاي اقول لك كلمتين وامشي على اساس ان انا خدت حقي. خدت حقي، انما الانتقام الانتقام الحقيقي لسه لما اشوف بنتينك متكومين جنبك على البرش في السجن. بعمرك هقتلك الا بناتي الا بناتي. اوعي اوعي ايدك دي، عشت 20 سنة 20 سنة مبسوطة سعيدة عمالة ترمحي في الدنيا جايبها من أولها لآخرها، وكل ده بسببي أنا اللي دفعت الفاتورة، ما عنديش لا عيل ولا تيل، حرمتيني من كل حاجة. قسما بالله يا زينب أنا ما هسيبك إلا لما انتقم منك كلكم، وبنتك التانية كمان شايفهم مكونين جنبك ومكسورين في السجن زيك. انا هقتلك وربي الكعبة لاشرب من دمك. اوعي تفتكري ان انا جاي اقول لك كلمتين وامشي على اساس ان انا خدت حقي. خدت حقي، انما الانتقام الحقيقي لسه لما اشوف بنتينك مكومين جنبك على البرش في السجن. بعمرك هقتلك الا بناتي الا بناتي. اوعي ايدك دي، عشت 20 سنة 20 سنة مبسوطه سعيده عماله ترمحي في الدنيا جايبها من اولها لاخرها، وكل ده بسببي انا اللي دفعت الفاتوره، ما عنديش لا عيل ولا تيل، حرمتيني من كل حاجة. قسما بالله يا زينب أنا ما هسيبك إلا لما انتقم منك كلكم، وبنتك التانية كمان شايفهم مكونين جنبك ومكسورين في السجن زيك. أنا هقتلك وربي الكعبة لأشرب من دمك، هقتلك قتل هفرمك ومش هسيبك. لو عيدك يا خاينة. اتفضل يا ست زين. يا جاني امور يا حاجة. تنفذ يا اخويا اللي قلت لك عليه وتحصرني. حاضر. النبي عشان تعرفي ان انا بنت اصول، الخير كده لما يجيني بفيض على كل حبايبي، عامله يا اختي كده زي نهر النيل لما بيفيض على الارض ويرويها. بقول لك ايه يا جاني؟ امورين يا حاج. تجيبي حبيبي الطواجن والفاكهه من عند ست جمالات عشان عزومه العيله بتاعت النهارده. من امتى يا اختي عندك عيله يا ست خليله؟ يهو جريه وليا بقى انا جايه نفاعك برضو، مفيش فايده في طوله لسانك. لساني طويل بس على قليل اصل يا اختي. طب راعي ان كنا هنبقى نسايف في يوم من الايام. ده الشر، الحمد لله ربنا انقذنا منكم الحمد لله كده اهو. طب تعالي بقى اقول لك كلمتين كده في ودني. قولي للمحروسه بنتك يا اختي تتلم، سيرتها بقت على كل لسان، ستره البنات واجبه. لا لا عايزتيكي بالشبشب على يا ست جمالات، راعي ان احنا جيران. يعني جيران ايه يا راجل؟ بدل ما ترزعها جوزين اقلام على اسنخة هتعرفها قيمتها. جوزين اقلام على اسنخك انت؟ بقول لك يا وليه لمي نفسك، اقسم بالله اقطعك حتت وارميكي القطط والكلاب. يا لهوي. واحنا هنتجوز بنتك يا تقطعينا للقطط والكلاب؟ تكون قرف. يا جامي مورينا يا حاجه.
تنظف يا اخويا الشقه وتلمها وترتبها وتقفلها وتحصني على طول، وانا اروح اخلص مشاويري. حاضر يا حاجه، اتكلي على الله. والله ولعبت يا زهر واتبدلت الاحوال. ماشي، ربنا يسعدك. على مالك يا اسطى وانت سايق بالهاني؟ يلا يا ابني. عادل اقعد يا ابو جمال، اقعد منور. يا عم انا قاعد اهو، مالك انت هتعمل عليا سبع رجاله وفي ايه؟ ما لسه شاف كل حاجه. لا يا عم مش هعمل عليك بابا. سلام. لا خلاص يا عم خلاص، انا اسف. ما تزعلش ما تزعلش، انا اسف. ولا يهمك، وبعدين انت ما قلتش حاجه غلط. خلاص بقى يا عم بقى، في ايه؟ ما تقفش خلاص يا عم. مش قافش. تشرب ايه؟ اي حاجه ساقعه عشان تبرد. بس الكريم يا ابني هنا ينزل الضغط لعم جمال. الله يكرمك. عندنا كمان عم جمال يا عم. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا عبدو. انت عايزني في ايه بقى؟ بص يا سيدي، انا عرفت ان انت عينك من جمالي. جمالي؟ اه. انت عرفت منين؟ يعني خليله كانت بتتكلم هي والواد ابنها وانا سمعته. وحاره وسخه. سيرتي بقت على كل لسان كده؟ هي الحقيقه الحاره مش وسخه، احنا اللي بقينا زفت. بقينا زفت؟ الحاره بقت وسخه، كله محصل بعض. قول عادل، انت ايه رايك فيها بعد ما اتجوزت خليله؟ ما بلاش موضوع رايي انا ده. بلاش، انت هتتكسف تقول. اقوله لك، انا بقيت جوز الست. جوزها ايه؟ انا بقيت دلدول الست. انا اللي ببص لها حجر المعسل، وبلم فتافيت اكلها، بفتح لها باب العربيه عشان تركب وتدلدل رجليها. خلاص بقى جدع، في ايه بقى؟ ما تروق بقى. انا اللي سبت نفسي، سبت نفسي، وكانت كل ما تحصل حاجه وبكره هتتعدل. بس انا عملت ايه عشان اي حاجه تتعدل؟ ولا حاجه. يا عم انت زي الفل، بس انت هتقطع قلبي عليك كده في ايه يا عم جمال؟ واحد اللي عادل، انت عارف ان انا كنت عايز اتجوز كاميليا صح؟ صح ولا لا؟ انا عايز اقوله لك، البني ادم مننا لما عقله بيتوه منه بيبقى عامل زي الاعمى. الاعمى اللي لا بيبقى عارف لا شايف ولا فاهم هو عايز يروح فين. اسمع كلامي، اتجوز كاميليا، اوعى تسيبها، خليها تحبك، تروح له عشان انت، خليها هي اللي تجيلك وتبقى نفسها تتجوزك. اوعى تضيع فرصتك، اوعى تغلط غلطتي، ولا الزمن هيجري بيك. دلوقتي انت قلبك حي، بيحس، بيحب. قلبك مهد، هتقعد تستنى زي تستنى واحدة زي خليلة. لعب كاميليا وجوزها عادي. سلام. رمضان قرب، كل أسعار بقت نار، والناس غلابة زي ما انت عارف. الناس جابت آخرها يا باشا. شنطة رمضان، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. وهديك كام اسم كده تظبطهم لي تطلعهم لي عمرة. محروس يا باشا، محروس في الدنيا وفي الآخرة. كل يوم جمعة عايزك تذبح لي عجل، نصه يتفرق على أهل الحارة، والنص التاني يتعمل كده في شكل وجبات تروح مستشفى السطر. أوزعه على المرضى؟ أمال أنا أوزعه على الدكاترة؟ روح يا شيخ، روح يا شيخ، ربنا يعمر بيتك. في جمعيات خيرية كده بيعلنوا عنها في التلفزيون، عارفها أنت؟ طبعاً يا باشا. بنت خالي شغالة في مصنع ملابس،
عايزك تروح تشتري من عندها كام شروه كده وتعبهم لي في كاس. الكاس دي يكون مكتوب عليها اسمي، ها؟ تطبع لي شويه كروت عليها صورتي، وانت فاهم بقى اللي هيحصل ايه. احمد بيه، انت ناوي على ايه بالظبط؟ بعدين ابو كرم هتفهم بعدين. انت بس المطلوب منك دلوقتي انك تنفذ كلامي بالحرف الواحد. تمام يا باشا. والله المستعان. صباح الفل يا علاء. يا سلام، والله انت كمان وحشني جدا. ايه؟ اكيد. طب بص اديني 10 دقايق اجهز وانزل لك. يلا باي. صباح الخير، وحشتيني قوي. لامار عاملة ايه؟ سمر. لامار تفضلي اقعدي. على فكرة يا سمر، انا زعلانة منك قوي. ليه بس خير؟ وانا عملت ايه؟ لا عملتي. قوليلي هو انا عملت ايه؟ هو انك تسيبي الشغل وتبعدي عني خالص وما تتصليش وما تسأليش عني، دي ما تبقاش عاملة؟ وكمان عرفتي ان انا بابا وماما انفصلوا، ولا فكرتي انك تكلميني انك تطمني عليا حتى يا سمر؟ معلش يا لمارة، اصل انا في دوامة. بس برضو انا طلعت احسن منك. اه طبعا انت احسن. بصي بقى بصراحة كده، أنا مش جاية النهاردة علشاني خالص، أنا جاية علشان حد تاني هو اللي عمال يزن عليا ليل ونهار، فاضطريت إن أنا أجيلك لأني واخدة منك موقف. ليه بس؟ ليه بس؟ أنا ما كنتش متخيلة إنك تبيعيني البيعة السودة دي، بس يلا مش مهم. المسامح كريم. اللي بعتني النهاردة يا ستي هو سعيد. مالك؟ وشك اتغير كده ليه؟ لمارة أنا مش حابة أتكلم في الموضوع ده. في إيه؟ يبقى أنتي واخدة منه موقف وحش عشان كان بيعاملك معاملة مش ولا بد أول ما اتعرفت على بعض. ولا واخدة موقف حلو ولا واخدة موقف وحش. في إيه يا سمر مالي؟ أنا ما قلتش حاجة وحشة يعني عشان تعملي كل ده. متعصبة كده ليه؟ لو سمحتي يا لمارة أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده. طيب يا حبيبتي ماشي، بس يعني هو عايز يعرف ليه؟ من غير ليه؟ من غير ليه؟ لا لازم في سبب. هو بالعافية يا لمار، انت محساني ان انا جاي اتخانق معاكي وبتعامليني معاملة غريبة من ساعة ما جيتلك؟ هو انت ما كنتيش عايزاني اجيلك ولا ايه؟ جدا. ايه ده يا صبر؟ ايه الطريقة اللي انت بتتعاملي معايا بيها دي؟ لا لو كان كده يبقى انا اسفة ان انا جيتلك وغلطانة كمان. وعلى فكرة مش انت اللي غلطانة، سعيد اللي غلطان لانه حب انه يعرف منك السبب. الصح انه ما كانش عبرك اصلا. تمام قوي يا لمار، ويا ريت تبلغيه الكلمتين دول على لساني. الباشا. اهلا وسهلا. اسف اني ازعجت سعادتك. لا ابدا مفيش ازعاج ولا حاجه. هات اللي عندك بسرعه عشان مستعجل ورايا شغل. ابدا، انا شفت سعادتك عند مدحت باشا وعرفت ان انت عايز تعمل معانا شغل. معاكم؟ انت شريك مدحت ولا ايه؟ انا لو على المجهودات اللي انا عملتها في الشركه والخدمات اللي انا قدمتها لهم، ده انا مش هبقى شريك، ده انا ابقى شريك وبالنص كمان. هات اللي عندك بسرعه. ليه تبقى تحت ايده وانت ممكن تبقى نمره واحد في السوق كله؟ ازاي؟ انا اقول لك ازاي. في ايديا دي مفاتيح السوق كلها، يعني اقدر اقول لك تعمل ايه، السوق محتاج ايه،
الناس عايزة إيه؟ الناس بقى ذوقها عامل إزاي؟ تدي لمين وما تديش لمين؟ تبيع لمين وتستنى؟ وتبيع لمين وتقبض وقتي؟ يعني الجملة والقطاعي في عب العبد لله. طب ومدحت؟ ماله؟ مش ولاية نعمتك؟ الراجل اللي انت شغال عنده بتاكل عنده عيش؟ يا باشا ربنا سبحانه وتعالى ولي نعمتنا كلنا، محدش بيرزق حد. وبعدين انا بيني وبينك كده خلاص زهقت ان انا اكون في عب غيري. وايه بقى المقابل اللي هتاخده مصير الخدمة الجليلة دي؟ انت جديد في السوق، شركة سمير باشا قبل ما يموت الله يرحمه الله يرحمه ويحسن إليه كانت على حافة الهوية، كانت محتاجة حد يزقها زقة كده لقدام، وإلا ما كنتش سعادتك جيت للباشا بتاعنا. وبعدين؟ أبداً، أنا نظير المجهودات اللي هقدمها لك وإيدي اللي همدها لك، يعني هاخد 50%. موافق. قول تاني كده؟ موافق. لا بقى، أنت كده بقى مش حبيبة قلبي اللي بتطلبيه ده كتير. بصراحة يا عزة الدنيا كنت عايزة أطلب أكتر من كده، بس قلت بالراحة يا بنتي خليلة شوية شوية. بس أنت كده داخلة حامي قوي. يا باشا لو ما كنتش حامية المصلحة هتروح، الشغل بصراحة عايز كده. طب قوليلي، هو فرح متولي إمتى؟ فرح إيه بس دلوقتي يا سعادة البيه؟ أوعى تقوليلي إنه فسخ الخطوبة، أزعل قوي. عزب بيه، هو الموضوع ده أنا شايف إن أنا مش مستعد له دلوقتي، فبصراحة ما عنديش أي طاقة ليه يعني. يا راجل ما تقولش كده، هو أنت هتلاقي أحسن من فريال؟ يا عزة بدي غلطت فيا. الله، جرى إيه يا خليلة؟ ما تبطلي شغل الحموات بتاعك ده. بقى أنا بقول عليك يا ست عاقلة وبتاعت شغل، تقومي تقولي لي غلطت فيا والكلام الفارغ ده؟ هتسيبي الولاد ينبسطوا مع بعض ولا إيه يا متولي؟ يا كبير، بس المشكلة إن أنا قلبي اتقفل من ناحيتها. لا مالكش حق، اسألني أنا أفهم في الستات أكتر منك. وبعدين أنا كنت عايز أعمل لك فرح ما حصلش، والشبكة كمان من عندي. ولا إيه؟ عايزين نفرح بيك بقى. إيه رأيك يا خليل؟ هو في بعد كلام حضرتك كلام يا باشا اللي تؤمر بيه؟ أيوه كده. طول عمري بسأل نفسي سؤال وعمري ما عرفت إجابته إيه. اللي هو؟ دلوقتي أنا لو وقعت مين هيقف جنبي؟ عندك بدل الواحد مليون. بالفلوس. يعني ايه؟ يعني بالفلوس، لو دفعت كل الناس تقف جنبي وتساعدني، انما ان حد يقف جنبي منه لنفسه كده، او حتى عشان انا محتاج له، او هو يبقى حاسس من جواه انه عايز يساعدني، مفيش الجو ده. من اعمالكم. يعني ايه؟ يعني شوف انت عملت ايه عشان يترد لك. يا بنتي ده كلام قديم قوي اللي انت بتقوليه ده. تعالي نقعد. اولا ده كلام صح جدا، احنا اللي بنقول عليه قديم، احنا اللي ما بقيناش عايزين نشوفه. مفيش حد بيفكر كده دلوقتي. كلام برضو احنا بنقوله. على فكره احنا بقينا عايزين اللي يقع في ايدينا وخلاص. انا عايز اسالك سؤال. اتفضل اسال. انت عمرك حبيتي قبل كده؟ لا عمري. وازاي كده يعني؟ يعني ايه ازاي؟ انا فعلا عمري ما حبيت ولا تخيلت حتى ان ممكن حد يحبني، عشان كده عمري ما فكرت اني اقرب من حد. طب وخليل؟ الله يرحمه. ماله؟ يعني كنت حاسس انه له معزه كبيره في قلبي وانه كان بيحبك. مين قالك كده؟ اللي انت بتعمليه هو اللي بيقول كده. خليل الله يرحمه كان شريك ليا في الحلم. لما اتخرجنا من الجامعه كل واحد فينا كان عنده قلق كبير قوي، والسؤال اللي ملوش إجابة عند أي حد، هنعمل إيه؟ هنشتغل إزاي؟ الله يرحمه قال لي هنشتغل موظفين. طب وإيه الفايدة؟ هناخد إيه؟ هنعيش إزاي؟ هو كان عنده أم وأخواته البنات، وأنا أحلامي أكبر بكتير من مجرد مرتب آخر الشهر. أنا شفت أبويا بيتعذب إزاي بسبب الحكاية دي، عشان كده حلفت ميت يمين مستحيل مستحيل أعيش نفس التجربة. وبعدين؟ قلنا نجرب في أي حاجة تانية، كل البلد بتشتغل مندوبي مبيعات. بصراحة الأول كان الموضوع صعب قوي، بس بعد كده اكتشفت إن كل الشغل كده. إزاي يعني؟ مش فاهمك. أفهم، من أكبر واحد في البلد لأصغر واحد بيشتغل مندوب مبيعات. إزاي؟ مثلاً
الفنان بيسوق لنفسه عشان الناس تحبه، الكاتب بيحاول يقنع دور النشر عشان تنشر كتبه، أنت بتجيب العملاء بتوعك وتقعد معاهم وتعزمهم عشان تعرض إنتاجك، أنا بلف على البيوت والقهاوي، يعني هي دايرة وبتلف. ده صحيح، عندك حق. يبقى إيه المشكلة؟ المهم إن إحنا نبتدي صح، وكل واحد فينا يبقى عارف عايز يوصل لإيه، وكده نبقى شركة في كل حاجة. ده أنا سمعتك وانت بتقولوا إنكم بالفعل شركة. لحد آخر يوم في عمري، عمره راح بسببي، يبقى لازم الناس اللي كان عايش لهم يعيشوا بالطريقة اللي هو يتمناها الله يرحمه. أنا عايز أسألك سؤال. اتفضل اسأل. هو أنت جدع كده إزاي؟ يعني طلع لمين جدع قوي كده؟ بابا الله يرحمه. بابا يا حبيبي كان مرتبه قليل قوي، احنا بنات وطلباتنا كتير وما بتخلص، كنت اشوفه يا حبيبي بيخيط بنطلونه عشان اختي عايزه تجيب بلوزه، ساعات كتير قوي ياخد من واحد صاحبه جزمه ويظبطها ويلبسها عشان انا البس جديد، ساعات كتير قوي كان ينام جعان عشان احنا ناكل. تيجي نروح نزوره؟ نعم دلوقتي. دلوقتي. انت ما بتخافيش من زياره القبور بالليل؟ انا رايحه ازور بابا. بابا عمر ما راح من بالي، وعمر ما كان حد ميت ابدا بالنسبه لي. ايه الاخبار؟ مش كويس يا بابا. ايه حبيبه القلب ما جالك وشه ولا ايه؟ مش عارف ادخل لها منين. خليك طبيعي ما تيأس. حتى لو قالت لا؟ بالذات بقى لو قالت لا. طب ازاي يعني؟ يا ابني افهم بقى، افهم، نفسي تتعلم، مفيش حاجة بتيجي بالساهل، بالذات الحاجة الحلوة لازم تتعب لها. ماشي. طب وماما؟ يا بابا ايه بقى بقول لك ايه؟ ما انت كنت ماشي عدل هتلخبط ليه؟ ليه كل واحد فيكم مش عايش مع التاني؟ مع ان انا شايف ان الاسباب اللي عاملة مشاكل ما بينكم أدفى مما تتخيلوا. بقول لك ايه، انا مش عايز نكد، اطلع من دماغي. اتفضل اتفضل. انت مش كنت طالع تنام ولا ايه؟ على فكرة بقى انا ممكن اتكلم معاها واقنعها. تقنعها بايه؟ انا مستحيل اعيش معاها تاني. ولا حتى عشان خاطر نمر. بابا انت مش واخد بالك انها بقالها 4 ايام مش موجوده في الفيلا اصلا. انت مش واخد بالك انها بقالها 4 ايام ما سالتش عليها من اساسه. يعني ما هي اكيد موجوده عند مامتها يعني. بس كان لازم تتصل وتسال بنفسك. بابا انا ليه حاسس ان انت مش داريان باللي بيحصل حواليك؟ ليه حاسس ان انت مش داريان اصلا ان احنا موجودين حواليك؟ انت عمرك ما كنت كده. معلش يعني يمكن بس اليومين دول اكون مشغول شويه. وايه الجديد؟ ما انت على طول مشغول. لا لا خالص، انا من زمان تعبان ومش مستريح، علشان كده بقول لك لازم لما تختار تاخد بالك كويس قوي، لازم تختار واحده بتحبك فعلا وعايزه تعيش معاك، وانت كمان تكون عايز تعيش معاها ومحتاج لها، انتوا الاثنين تكملوا بعض، مش انتوا الاثنين تحاولوا تدمروا بعض وكل واحد يحاول يسيطر على الثاني. حبها قوي وهي كمان لازم تحبك قوي، وكل المعاقبات اللي قدامكم زادت كل ما ده كان اختبار عشان تتاكدوا انكم فعلا عايزين بعض. اكتب قصتك وعيشها زي ما احلى قصص الحب اتكتبت وتعاشت. ده خطير يا بابا. طبعا يا بابا. انت بتحب؟ ما هو انت اكيد بتحب عشان كده عايز تسيب ماما. ما هو لو انت عايش في الحاله دي انا مش هتكلم معاك في الموضوع ده تاني، ومش هجيب لك سيره ماما اصلا، بس احب افكرك بحاجه واحده بس، انت كده بتظلمها. ست عاشت معاك احلى فترات حياتها، عشتوا مع بعض سنين، كونتوا نفسكم مع بعض، كل حاجه كنتوا بتعملوها سوا. ليه دلوقتي عايز تعيش حياتك بالشكل اللي يناسبك في الوقت اللي هي ما ينفعش تعيش حياتها بالشكل اللي يناسبها؟ بابا لو ماما جت كده فجأة وقالت لك إنها مش هتقدر تكمل معاك وإن في حد تاني بيديها مشاعر أحسن من اللي أنت كنت بتديها لها، موقفك هيكون إيه؟ تجننت ولا إيه؟ شفت؟ أنا حبيت بس أخليك تاخد بالك إنك زي ما من حقك تعيش حياتك مش من حقك إنك تدمر حياة غيرك. أنا آسف يا بابا، عارف إن مش المفروض أكلمك بالشكل ده، بس لما تيجي ست تاخد راجل متجوز وعنده عيال وعارفه انه عايش مع ست ضيعت عمرها كله معاه،
وتوافق بكده يبقى ما تستاهلش انك تحبها ولا تحترمها. اوعي بقى اللي جابك يا شيخه. ليكي حق، بس انا عارفه ان قلبك ابيض وما بتشيليش عمرك القاسيه ولا الوحش، وانا لو مكانك هعمل اكتر من كده. خلاص قولي اللي عندك، يلا بالسلامه. يلا يا وليه، اوعي قولي لي اتفضلي في ايه، ده انا جايه لك لحد باب بيتك. خير يوه؟ طب قولي لي اتفضلي اشربي شاي. بطلنا يا حبيبتي. يلا بقى بشرب قهوه وزياد. حول الله يا رب. ايه عايزه ايه؟ عايزه اقول لك سامحيني، تزعليش مني وحقك عليا، انا غلطانه عفى الله عما سلف، وبعدين ده احنا اكتر من الاهل وعشره العمر. خلاص هاتي اللي في جوفك وخلصيني. العيال قطعوا يا رب. اخصى عليك يا جمالات، يا رب يا رب يسعدهم ويهنيهم ويحلي ايامهم. ايه يا وليه، انت مش قلتي مش عايزه النسب ده ومش طيعانه وسبتي الحاره كلها وخلعتي؟ عايزه مننا ايه تاني؟ الواد هيموت على البيت. ما يموت يا اختي. اخصى عليكي بعد الشر عليه، ده الواد اللي طلعت بيه من الدنيا، وبعدين متولي ده انت مربياه معايا، يعني ابنك زي ما هو ابني. بقول لك ايه، الله يخليكي، نفخي بيوجعني. بس استهدي كده بالله وخلينا نتكلم ونتفاهم. في ايه تاني؟ بصي بقى، انا مش عايزه العيال يقولوا ان احنا اللي بوظنا الجوازه، وعشان كده جايه لك النهارده علشان متولي عايز يتجوز في ريال. وانا بقى مش هتجوزه في ريال. ايه قولك؟ طب ما تساليها. سالتها وقالت لي انها مش عايزاه ومش هترجع له بعد اللي حصل. بس اساليها تاني وهجيلك بكره نحدد ميعاد الفرح. مبروك علينا. الولاده دي مجنونه ولا ايه؟ انا مش عايزك تزعلي متولي، بلاش حركات الجنان بتاعتك دي. وايه اللي بقى اللي جاب سيره الزفت ده دلوقتي؟ بقول لك ايه، ما تيجي نتجوز، انا حاسه كده ان احنا متفاهمين قوي مع بعض. لا 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 لا، انت كده بقى مش حبيبه قلبي، انا ما احبش حد يطلب مني حاجه انا ما لمحتش بيها. بس انا ما اقصدش والله، يعني على فكره متولي وامه كانوا عندي من شويه، وانا قلت لهم يروحوا عشان يصلحوكي. يلا حبيبتي البسي بقى عشان زمان متولي بيدور عليكي. انت شكلك رايح لكاميليا صح؟ انا مش عارفه كاميليا دي فيها احسن مني. بحبها. كاميليا اصلها تتحب. وانا انت بقى تلبسي عشان زمان متولي بيدور عليك. زمان الحاره اللي انت شايفها دي والناس اللي انت شايفهم بيجروا على اللي بيديهم، ما كانش ممكن يمد ايديهم مهما احتاج. لو حد محتاج وحد قال له خد، يقول له ربنا العاطي. كان يوافق ان انت تشاركه لقمتك، بس محبة مش عطف. لو حد محتاج وقلت له خد، يقول لك شغلني، انا مش تعبان ولا قليل الحيلة. بس الناس كانت ناسة سيدة، وما كانش صابهم اللي صابهم. يزر جرى لهم اللي جرالي وصابهم اللي صابني. لا يا اختي ما تقوليش على نفسك كده، ده انت زي الفل وامرايا، ده انا بفكر اجوزك عشان كلام الناس. وادي عادل. قول يا ام عادل. انا عايز اروح ازور قبر ابوك. ابويا مين؟ ابوك يا ولا. هو انت اتجننت ولا ايه؟ ولا انت بطلت تسمع السلاهه بتاعتك؟ مش قلت ابويا مات وما لقولوش جثه؟ هنروح نزوره فين؟ مش اللي بيموت في الحرب وما يلاقوش جدته بنروح نزوره في قبر الجندي المجهول؟ عندك حق صح. يلا نروح نزوره. طب وليه المشوارة ما نقرا له الفاتحه وهو اكيد هيحس، يعني نقرا الفاتحه هنا وخلاص. لا انا لازم ازوره. يلا يلا. ده اخر كلام عندك؟ انا عايزاكي تاخدي وقتك. انا حاسه ان ده القرار الوحيد الصح اللي خدته في حياتي. عزت شخص مناسب جدا ليا، بيحبني، حاسه انه هيساعدني. طب وعادل؟ ايه اسكتي ليه؟ مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. كاميليا انتي اختي الكبيره، بس انا من حقي اخاف عليكي، وعزت ده عمل كل حاجه
عشان بس يظهر قدامك. هو ده وحش؟ ما قلتش وحش، بس مش معناه انه بيحبك اكتر من عادل. انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. ليه؟ عشان مش عايزه تفكري في عادل، ولا مش عايزه ترجعي في كلامك بالنسبه لعزت؟ مش عايزه احتار تاني. انتي اصلا محتاره، حتى تجاربك القديمه ما علمتكيش. خايفه عليكي تقعي في مطب. ما تخافيش، المره دي مختلفه. لا طبعا مش مختلفه، هترجعي تاني تبقي وحيده ومحدش حواليكي، وهتحسي انك ضيعتي فرصه ان حد يكون بيحبك بجد من قلبه. عزت بيحبني بجد، بس مش زي عادل. انا قلت لك وانتي حره. سامعين الدوشه دي يا بنات؟ في شادر هنا في الحاره، وفي فرح ولا ايه؟ تلاقي فرح متولي وفريال. نار اسود. بتضحكي على ايه؟ اصل متولي ده صعبان عليا قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ترى كاميليا موجوده؟ اه اتفضل. اهلا يا عم جمال. اهلا جمال. كنت عايز اتكلم معاكي كلمتين، ويا ريت نبقى لوحدينا. اه اتفضل، على اذنك يا بنات. شكلك قلقان. لا خالص، حلق ليه؟ كاميليا انا زي ابوكي مش كده؟ تالي كده ما بقتيش قلقانة؟ عمري ما حسيت بقلق. شوفي يا كاميليا، أنا جاي أقول لك كلمتين ما فيش غيرهم. عادل، عم جمال، أنت في إيدك تعملي منه إنسان تاني، تطلعي أحلى ما فيه، تخليه أحسن بني آدم في الدنيا، وفي إيدك برضه إنك تهدميه وتضيعي أحلى حاجة فيه. أنا ما عنديش كلام تاني. بعد إذنك. ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ ما عندكيش شغل بكره ولا ايه؟ خدت اجازه. اه كنت عايزه اقول لك على حاجه. انا احتمال اسافر الاسبوع الجاي. تسافري؟ تسافري فين؟ المانيا. طيب ما هترجعي امتى؟ مش عارفه، بس لو الدنيا كويسه مش هرجع تاني. ايه مالك؟ مش عارفه، قلبي اتقبض مره واحده كده. سامحي، هو مين ده؟ مروان. اسمعي مني، انا افهم في البني ادم اكتر منك، خصوصا الرجاله. انتي اللي بتقولي كده بعد كل اللي عمله فيا؟ زي ما كل واحده فينا عملت اللي عملته، ورغم كده بتحب الناس اللي غلطت في حقها. غلطت في حق نفسي رغم اني ما بكرههاش، لما سبت كل الناس اللي انا بحبهم وجيت هنا كان غصب عنك. وانتي قلتي لي كده، كان ممكن ادور على اي حاجه تانية اعملها، بس انا كنت فاكره اني بجبرهم يجوا يعيشوا جنبي ويقفوا جنبي غصب عنه. قلت لك قبل كده ان كنت هعمل زيك وانتحر، بس كنت لوحدي وما لقيتش حد يقف جنبي، وعرفت ان انا اضعف من كده بكتير. يعني تموتي نفسك عشان تبقي قويه؟ لو كل واحدة فينا كانت قوية كانت عارفة تعيش حياتها صح، بس احنا أضعف من كده بكتير. أنا ههرب عشان تعودت إن أنا ههرب. هسافر مع واحد عرفته، معرفش ممكن يعمل معايا إيه. يمكن يطلع كويس، يمكن يطلع وحش،
بس المهم هجرب في حتة تانية. اسمعي مني، مروان طيب بس غبي، معرفش يفرق بين اللي يثبت لابوه انه بيحبه وانه جدير بثقته وبين الحياة اللي لازم يعيشها. فلسفت عليك شوي. ده يا حبيبتي ولا يهمك، قولي كل اللي جواكي انا هسمعك. السنين اللي فاتت ديت قلبت كل حاجة جواني، يمكن من ساعة ما أبويا وأمي ماتوا أو من قبل كده معرفش، من ساعة ما بقتش أحس براحة رمضان ولا بالعيد والهدوم الجديدة، من ساعة ما نسيت صحابي القدام بتوع ابتدائي وإعدادي وسنة. اسمعي مني، الدنيا قلبت كل حاجة فيه، مش عارفين إيه الكويس وإيه الوحش. والله زي ما بقول لك كده. انت كويسه يا حبيبتي؟ انا كويسه، كويسه جدا. عاملة ايه مواجيه؟ عادي. خلي بالك منه. انتي بتحذريني ولا ايه؟ يعني تكونيش خايفة عليا ولا حاجة؟ وهي دي حاجة وحشة؟ لا يا حبيبتي مش حاجة وحشة، بس انا مش عارفة ليه يعني كده من جوايا لسه مش قادرة ارتاح لك. ان انتي وراكي مصيبه جايه تعملها لنا. والله انا كمان حاسه بكده ناحيتك بالظبط، وعارفه كويس قوي انك مش طايقاني، بس خلينا نقول ان احنا في الاخر اخوات. من امتى يا حبيبتي؟ لا ده غصب عننا مش بمزاجنا. طب بقول لك ايه، اخبار الست الوالده ايه؟ اكيد مش مبسوطه، واكيد بتحاول تنسى وتخرج من اللي هي فيه. طب سؤال سخيف معلش، ممكن؟ سخيف؟ لا يا حبيبتي خدي راحتك، قولي اللي انت عايزاه. عامة انا متوقعة منك اسخف حاجة في الدنيا. هي ازاي ست والدتك قدرت تقتل كده عادي؟ ولا هي متعودة؟ لا ده الموضوع كمان ممكن يبقى وراثة، يعني انا كمان ممكن اعمل زيها بالظبط مع اي حد ما عندوش دم، بس بحاول امسك نفسي. خلي بالك بقى. مخليه يا بالي، ما تخافيش. هاتي 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 المفتاح. انا عمري في حياتي ما كنت مبسوط زي النهارده، مع اني رحت الغردقه دي مليون مره. انا مبسوطه قوي ان انت مبسوط. وانا بحبك. وانا كمان اكتر بكتير. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا كلمت الدكتور محمد وحددت ميعاد العمليه من غير ولا كلمه عشان خاطري، وكمان من هنا ورايح انت ملكي على فكره، مش ملك نفسك، وتسمع كلامي انا وبس. بس انا خايف. من ايه؟ خايف لموت. انت اللي تقول كده؟ انت دكتور يعني وعارف ان العمليه دي بسيطه وسهله قوي. خوفي من الموت ملوش علاقه بالعمليه، وانا حبي ليك مرتبط بالعمليه. ايوه على فكره انا مش عايزه اشوفك وانت بتتالم وزعلان ومتضايق، عايزاك تبقى مبسوط، عايزاك تبقى دايما مبسوط، عايزاك تشيل موضوع المرض ده من دماغك تماما، وده مش هيحصل غير لو عملت العمليه. طب خلاص انا هكلم محمد علشان اشوف المتبرع. لا يعني انا عارفه ان انت لو شفت متبرع دلوقتي هيصعب عليك، وهتقرر ان انت اصلا مش عايز تعمل عمليه. خلاص انت مستعجل على ايه يعني؟ هتشوف يوم العمليه وخلاص. طيب ممكن اطلب منك طلب؟ اي حاجه. ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي؟ ازاي بس، احنا بكره الصبح هننزل نروح المستشفى عشان نرتب كل حاجه.
وانا كمان. وعملت ايه في اللي قلت لك عليه؟ كله زي ما حضرتك امرت، كله تمام يا باشا. كله. انا عايز البلد كلها تدعي لي. يا باشا اعتبر البلد كلها في عبك. لا انا مش عايزها في عبي، انا عايزها ترفع ايديها للسما كده وتدعي ان ربنا يحميني. يا مين دي يا باشا؟ البلد. اه البلد. عايز اكبر راس في البلد دي يبقى في ايديا كده هو. اوامرك يا باشا. يلا. انت ايه اللي حصل لك؟ كان لازم تتزحلق في الحمام. الحمد لله اللي جت عليك. ماشي. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا. مين دي يا بكره؟ دي التاريخ يا باشا. التاريخ. اهلا وسهلا. اهلا بيك. سوري قوي لو كنت جيت من غير معايا. لا يا فندم، ده حضرتك تشرفي في اي وقت. اتفضلي يا سعد. ميرسي قوي. اتفضلي سعادتك. ميرسي. نقعد في الجنينة أحسن؟ أه زي ما تحب. اتفضل. هنا كويس؟ اللي أنت عايزه. لا التاريخ لازم يقعد في أحسن حتة عندي. اتفضلي. ميرسي ميرسي قوي. اتفضلي سعادتك. ميرسي. تحبي تشربي ايه؟ اعملي قهوه. حضرتك بتكلميني انا؟ اه اعملي قهوه. اعمل لها قهوه؟ انت مش تقول انها تاريخ؟ اعمل لها بقى اخويا. تاريخ يا باشا. حاضر تحت امرك. اهلا بيك يا فندم. زعلانه منك؟ يا باشا ده انا ادفن نفسي بالحياه لو ازعل واحده زي سعادتك. انما يعني هو لا مؤاخذه احنا نعرف بعض قبل كده. ما هو ده اللي مزعلني منك. ازاي ما نعرفش بعض؟ انت ازاي ما حاولتش تتصل بيا طول الفتره دي؟ اه صحيح. لا في دي عندك حق. اوعكم ما تعرفنيش. لا 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 ازعل منك قوي قوي لو ما تعرفنيش. ازاي يا فندم هو حد ما عرفش تاريخ؟ ده احنا حتى درسناك واحنا صغارين. دمك خفيف. الله يخليك. انا اعرف ايتن كويس قوي. ايتن؟ ايتن بنت خالي. قالتليش يعني. تعرف انا ما فيش فستان لبسته الا لو كان من تصميم شركه ايتن. انا حتى اعرف سمير جوز امها كويس قوي. كنا اصحاب قوي وحبايب. حتى امها اعرفها. كانت ست لطيفه بس غبيه. ايه في دي فعلا عندك حق. ايتن جات لي واتكلمت انا وهي عشان كده انا جيت لك. واضح انك حد شاطر قوي قوي. فاهم الدنيا كويس. وعارف ازاي تستغل الفرص. الاهم من ده كله ان الدنيا دي مقسومه نصين. نص عايز يشتري الجزمه والنص التاني بيلبس الجزمه. واضح انك انت قررت انك تكون من النص الاولاني، صح؟ لا انا قررت اكون المصنع اللي بيصنع الجزم. ضحكتني. طب اسمع بقى يا شاطر، المصنع ده لصاحب. برضه لا، المصنع ده له مدير والمدير بيتغير. انا بقى اكون صاحب المصنع اللي هيغير المدير ويعين اللي على هواي. انت كده هتعادي ناس كتير قوي. عادي مش مهم. اللي بيحضر العفريت بيعرف يصرفه او يلبسه. نطلعه. صعب. نعمل له زهر. بقولك ايه، انا هجيب لك الكلام كده من الاخر. اسمع يا شاطر، انت كفايه عليك قوي لحد كده. مش مسموح لك انك تكبر اكتر من كده. وبعدين يعني ممكن نسيبك تلعب في التراك بتاعك عشان تعرف قد ايه احنا كرمه. طب ما انا عندي كلام تاني. ان اللي مش هيجري معايا في التراك بتاعي مش هلاقي مكان يقعد فيه غير دكه الاحتياطي. القهوة يا هانم. ايه ده؟ عاملها لي بنفسك؟ يا سلام، ده شرف ليا يا فندم. ميرسي قوي. بقول لك يا ابو كرمة، أؤمر يا كبير. عارف انت يا ابو كرمة البرامج المدفوعة الاجر دي؟ يعني ايه؟ يعني مش معقولة واحد زي رجل اعمال مهم في البلد صاحب اكبر حزب سياسي ما يطلعش في التلفزيون. اه قصدي سعادتك يعني عايز برنامج سياسي؟ اعوذ بالله.
سياسه ايه وجع قلب ايه؟ امال ايه يا باشا؟ انا عايز البرامج اللي هي بيطلعوا يعيطوا فيها دي. اه عايز اعيط شويه يا ابو كرم، عايز اصعب على الناس، عايز الناس تحبني وتدعي لي. ها؟ عيط اخويا عيط. خلي بالك انت حبيب ابو احمد، حبيب ابو كرم. مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا قلت أول واحدة لازم تشوفني واقف على رجلي هو أنت. أنا بجد مبسوطة قوي. وأنا كمان عندي ليكي خبر مهم جداً. إيه؟ أنا شغلت هنا في الشركة ناس تهمك. مين؟ إخوات خليل. الله. إيه؟ ده أنا كنت فاكر إنك هتبقي مبسوطة. أنا فعلاً مبسوطة بس مستغربة شوية. ليه؟ وانت فاكره انك انت لوحدك اللي جدعه ولا ايه؟ لا طبعا، في ناس اجدع مني بكتير. لا غير صحيح، انا عمري ما شفت لا في طموحك ولا في جدعنتك. طيب انت دلوقتي بقيت كويس، استلم بقى الشركه بتاعتك وحل عند مالي. اللي انت بتقوليه ده اللي انت سمعته. لا انسي، اسمعي، انت من هنا ورايح هتبقي المديره المسؤوله عن الشركه دي كلها. لا ما ينفعش، انا عندي شغلي الخاص. انا قلت لك سيبي شغلك يا منى. طب ازاي ادير هنا وانا بعمل شركه خاصه ليا؟ ما ينفعش كده، هنبقى أعداء ومنافسين لبعض في السوق. وليه ما نبقاش كيان واحد بس؟ ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان أنت بقى كيان كبير قوي وأنا لسه يا دوب بحبي، وعشان أندمج مع كيان لازم يبقى قدي أو أصغر مني عشان ما يرفعش عينه فيا. مين ده اللي يقدر؟ بقول لك إيه؟ حل بقى عند دماغي. وأنا قلت لك انسي؟ أنا بجد بشكرك على وقوفك جنبي. أنا برضه اللي وقفت جنبك. أمال أنا أقول إيه؟ أصلك مش فاهم. انت مديت لي ايدك وانا كنت بدور على اي حد يساعدني، وانت وقفت جنبي وانا عاجز. بتبالغ. وانت بتهربي يا منى. انا هريحك، انا عمري ما حبيت مروه ولا فكرت في لحظه اني احبها. انا كل اللي كنت عايزه منها انها توافق على اللي انا عايزه منها وبس. انا بحبك. انا مش عايز اسمع اي رد دلوقتي، انا عايزك تسمع مني الكلمتين دول وتعيشي حياتك بعد. بس ارجوك أرجوك ما تبعديش. ها يا منى، أنا لما فكرت في ليه أنا بحبك بالتحديد ما لقيتش أي سبب واضح غير إني بحبك وبس. أنت عارفة لو كان في حاجة معينة كنت قلت إن الحاجة دي ناقصاني، وأول ما امتلكها خلاص الحب ده هيروح. من الآخر أنا كل ما بشوفك أحس إني بشوف الدنيا اللي تمنيت إني أعيشها، ولسه لغاية دلوقتي ما عشتهاش. صباح الفل. ده الموسم كله قدامك بين ايديك. هات من الاخر. انا هديلك كل التصميمات اللي هيطرحها في السوق الموسم اللي جاي، وهنخلي المصانع تنتج لنا نفس الشغل ده باسمنا وعليه التيكت بتاعنا وننزله للعملاء، وهعرفك على اكبر مديرين المحلات اللي موجوده في السوق، نغرق السوق قبل ما هو ينزل شغله. افهم من كده بقى ان مفيش حد هيشتري منه، لان الموديلات اللي عنده هي اللي عندنا، بس الفرق ان احنا هننزلها بدري عنه في السوق وبسعر اقل. الله ينور عليك. لا انا ما بحبش النظره دي، انا شغلي شرعي 100%. طب يلا توكل على الله عشان انا عندي ميعاد مهم دلوقتي. ايه ده فجاه كده؟ اه طب عن اذنك. السلام عليكم. لا والله العظيم ده كده كتير، كده كتير جدا. هي الدنيا مش هتبطل اللي بتعمله معانا ده ولا ايه؟ حاجة سخيفة. يلا عيب، والله عيب. اهلا، ازيك يا باشا؟ ازيك يا عبد الله؟ اهلا وسهلا بيك. ازيك؟ اتفضل. منور الدنيا كلها. اتفضل يا باشا. ايه شكلك كده مبسوط قوي النهارده؟ اللي يشوف سعادتك لازم يبقى زي الفل. طب قول لي الشغل هنا عامل ايه على حسك؟ اه باشا بنحو يعني.
كنت عاوزك في موضوع مهم، وبيني وبينك انا قلت يعني اعزمك على الغدا في حته ولا حاجه، بس قلت ان المكان هنا في مكتبك هو احسن مكان. يا باشا المكان اللي سيادتك تشاور عليه انا راه من شرطك. القضيه القديمه عايزين نفتحها تاني ونتكلم عن اللي حصل، ونقول انت قد ايه اتظلمت، وان اللي ظلمك دلوقتي بياخد جزاؤه في السجن. وقبل ما تسالني عن السبب، انا هاجي معاك دغري. زينب تبقى والده ايتم اللي هي قريبه احمد. يعني باختصار كده الجريمه كلها متصله بالعيله. انت فاهمني طبعا. اه طبعا يا باشا. وانا كنت عارف ان انت كنت قضيت فتره كده في الحاره اللي منها احمد. فعلا. طيب مش هتقول لي بقى مين هناك يقدر يفيدنا؟ افيدك في ايه بالظبط يا باشا؟ هقول لك انا. احمد بقى شخصيه مزعجه جدا، واللي انا بعمله ده صدقني انا بعمله لمصلحته اكتر مما تتخيل. شوف يا باشا، قول لي بالظبط وبصراحه انت عاوز ايه، وانا اكون معاك على الموجه 100 100. شوف يا عبد الله، انا اكلمك بصراحه، احنا لو عايزين نسجن احمد ده في لحظه هنسجنه، بس احنا ناس محترمه بنحب ورقنا يبقى رسمي، بنحب نقدم المستندات والبراهين عشان لما يقع ما تبقالوش قومه. طب ايه رايك يا باشا، انا عندي اللي يفيدك في الموضوع ده، اهدى عليا. تمام. الو ايه يا عم جمال، قاطع ليه عني بقالك كام يوم؟ بقول لك انا عاوز اشوفك ضروري، في موضوع مهم عايز اكلمك. يعني الحكايه خلصت على كده ولا ايه؟ لا هي خارجه على زمه القضيه. شوف حضرتك، احنا اعتمدنا على ان التقرير اللي مكتوب بيقول انه خد دواء مسحوب من السوق بعد التداول، وده طبعا صالح والدتك، لان الدواء مكتوب على روشته من روشتات الخاصه بيه، وبكده احنا نقدر نثبت انها كانت بتديله الدواء بشكل طبيعي وبحسن نيه. يعني كده براءه؟ ما اقدرش اقول لك ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي، بس خروجها على زمه القضيه معناه ان احنا ماشيين صح. طب اتفضل. علي؟ يا لولو؟ علي؟ ايه ده؟ الله يا حبيبي. انا ما نمتش من امبارح لحد ما اطمنت انه طلع من المطبعه. ده حلم عمري والله. انت اللي حلم عمري يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ انا عايزه اسافر. كنت لسه هقول لك كده. بس هتسافر امتى؟ دلوقتي لو عايزه. لا انا محتاجه شويه وقت كده عشان اظبط حالي واقول لاخواتي. سمر، انا مش عايز اثار في حياتي، خصوصا حياتي معاكي. أنا بحبك، وحب ليكي مش مجرد ارتباط، لا ده حياة كاملة. أنت إيه اللي يخليك تقول كده؟ مش عارف، حاسس كده إنك متضايقة، إنك مخبية حاجة عني. أنا مش عارفة أقول لك إيه. قولي، اتكلمي، أنا عايزك معايا في منتهى الصراحة. ما أنت عارف إن أنا ولامار كنا أصحاب. إذا كان موضوع لامار ده انسيه خالص، مش عايز أي حاجة تأثر على حياتنا مع بعض. أنا بحبك وعايز أعيش معاكي، دي الحاجة الوحيدة اللي عايزك تحطيها في دماغك وتفهميها. أي حاجة بعد كده أنا هقدر أحلها، أوكي؟ حبيبي ميرسي أوي أوي، مش عارفة أقول لك إيه.
صباح الخير. اهلا يا مرضى. ايه اهلا دي؟ اقعدي بس خلينا نتكلم. اقعدي. ايه ما قلتليش عملتي ايه؟ اتفضل. اول مقاله ليا. كويس قوي. مش تقراها؟ طبعا هقراها، بس لازم نتفق الاول. نتفق على ايه؟ نتفق على الجواز. وهو ده وقته؟ طبعا وقته، وقته ونص كمان. اصل بيني وبينك انا لما بطلب حاجه من حد، الحد ده لو اتاخر عليا في الاجابه بتضايق وبتنرفز ودماغي بتوديني لحاجات تانية وحشه كتير. ايوه جي، بس قرار الجواز من الصعب ان انا اخده بالسهوله دي. النهارده؟ نعم. ايه المشكله؟ ياه، ده انا كنت متخيل انك هتبقي مبسوطه وفرحانه. الحقيقه انه ولا مستنيه تاخدي راي احمد الاول؟ احمد؟ احمد مين؟ لا طبعا، هو احمد ابن عمتي، لكن مش للدرجات دي يعني، ملهوش كلمه عليا. طب ما تروحي تقولي له وجيه عارض عليا الجواز، شوفي كده هيقول لك ايه؟ والله العظيم هيقول لك اتجوزيه. اخس اخس، كنتش متخيل ان في بنت جميله وذكيه زيك كده عيل زي احمد يضحك عليها بالسهوله دي. على فكره انت فاهم غلط. لا انا فاهم صح، وصح قوي كمان. اقول لك على حاجه، كل خطوه بتعمليها بتجيني هنا لحد المكتب، بس عادي انا ما عنديش مشكله. انا بقول ان انت بنت طموحه وعايزه تعيشي وعايزه الدنيا كلها ما بين ايديك، ويمكن عيشتك في الحاره هي اللي مأثره عليك، بس ما فيش مشكله، عامله لك عقده يعني. أنا برضو مقدر، لأن أنا بدأت زيك كده من الصفر، عملت كل حاجة عشان أوصل للي أنا فيه، فأنا مقدر قوي إن أنتي خايفة تخسري كل حاجة عملتيها. ما بقولك أنت فاهمني غلط. أقولك على حاجة، انزلي من هنا وروحي لأحمد قولي له وريه عايز يتجوزني ومصمم والنهاردة، وأنا مش عارفة أتصرف إزاي، وشوفي كده رد فعله هيبقى إيه. أقولك على حاجة مروة، أنا كنت مصمم إن أنا ما أفتحش قلبي لأي حد مهما كان، لكن معاك انت انا فتحت قلبي، ولو احساسي بيك طلع غلط انا مش هفتح قلبي لاي حد تاني مهما كان. ان كان على الملف ده ولا المقال ده انا هقراه، واكيد يعني هيبقى ناقص حاجه كده ولا كده، انا مش هبخل عليكي بخبرتي، بس مش هينزل الا لما استنى منك رد يا يا لا. اتفضلي تقدري تمشي دلوقتي. أما أحمد ده بقى فلو كارت تاني خالص. ألو. أيوة حنان. طب خليك أنا جايلك، استنيني. سلام. وانت كده هتخليني اتعذب واحتار. وماله؟ عشان تحسي باللي انا حاسس بيه. الله، حلوه قوي الروايه دي، اسمعي. وانا قررت ان انا اترجمها. بس خلي بالك، النوع ده من الروايات بيحتاج لترجمه خاصه جدا. في عيب كبير بيقع فيه المترجمين اللي بيترجموا الروايات الادبيه دي، بيترجموها ترجمه حرفيه، والقارئ بيتضايق من الاسلوب ده، خصوصا بقى لو في حد حديث العهد بالقرايه. لو وقعت في ايده روايه من دي مش هيفكر يقرا تاني. طب وانت رايك ايه؟ انا رايي ان انت تقري القصه كويس قوي وتفهميها، وتفهمي ما وراء السطور والمعاني اللي ورا الجمل، وتترجميها ترجمه سهله وبسيطه وجميله زي كده، فالقارئ يفهمها بسرعه. انت لغز كبير، كبير قوي. لا لغز كبير ولا حاجه، بالعكس انا سهل قوي وبسيط قوي وبحبك قوي قوي قوي.
طب وبعدين؟ ولا قبلين. أنا بصراحة مش قادر أبعد عنك أكتر من كده، وعايز أعيش معاك العمر كله، وأي حاجة أنت عايزاها أنا هحققها لك على طول. صدقيني يا كاميليا، أنا عمري ما حسيت الإحساس ده قبل كده، لدرجة إن أنا مستغربة. آه والله. أنت عارفة أنا لما كنت بشوف واحد بيحب واحدة وقاعد سرحان وبيفكر، أقول إيه الغبي ده؟ أهو أنا دلوقتي بقيت الغبي ده. كاميليا، إحنا عايزين نعيش مع بعض العمر كله، نكسب من الزمن أحسن ما فيه. ماشي؟ هستناك عشان نتغدى سوا. مروه أنا قلت أجي وأقول لك. تقولي لي إيه؟ مروه هو أنتِ مش معايا بقول لك مدحت قال لمنى إن هو عايز يتجوزها. هو أنتِ ناسية إن هو كان عايز يتجوزك أنتِ؟ هو إيه أصله ده؟ هو أنتِ مش أختها؟ هي منى إزاي تعمل معاكي كده وتاخده منك؟ هو أنتِ حبيتي قبل كده؟ لا طبعاً. أنا لازم أمشي وأبقى أكلمك. مروه هو أنتِ هتعملي إيه فينا أنا قلت لك عليه؟ أكلمك بعدين. هو إيه اللي بعدين؟ مروة! شوق